لوكي، اخفض المنحدرة حتى أقفز مسافة أكبر. واو! ليعد الجميع إلى الدورية المتنقلة، يجب أن نلحق برايدر، إنه وقت أقصى سرعة. الصواريخ تزداد سخونة، لم يتبقى كثير من الوقت. وصلنا يا رايدر، ما هي الخطة؟ تقدم بالدورية المتنقلة بجوار عربتي. هل يمكن أن تجعل السرعة القصوى أسرع أيها الآلي؟ واو، هذه السرعة القصوى هي الأسرع. إنها الأسرع، عربته خارجة عن السيطرة، لن نلحق به إذا صار متعرجاً. آسف يا جراء، هذه السرعة العالية تعطل التحكم. يجب أن نبطئ العربة. تشيس، هيا نجرب مظلة السحب. فكرة رائعة، سأنفذها. لا يمكنني الاقتراب أكثر، لدي محاولة واحدة. تماسك، هيا رف مظلة السحب. تصويب رائع جدا، إنها تنجح. السرعة تقل، سأتأكد أن الطريق أمامنا خال. مستعد يا رايدر. رائع، الكلب الآلي، أبطأت سرعتي لينجح الأمر. اقترب خلفي. حسناً، الآن لنصطف جيداً. حسناً أيها الآلي، الآن. الكلب الآلي، فلتسرع. رايدر، الكلب الآلي، تتجهان بسرعة إلى منحدر كبير. الكلب الآلي، أبطئ حتى تتوقف. روكي، أسرع. تبقى مسمار واحد، كدت أنتهي و... الآن. يا لا، لا يمكنني الحركة. توقفوا، توقفوا عن الحركة. لا، عمدة هامدينجر. رايدر، النجدة، لا يمكننا الإبطاء. اهدأ يا عمدة، الأمر أصبح أكثر خطورة. استخدم أحذية الشفط لتتسلقها. راو، متسلق الحائط. تمهل قليلا يا رايدر. حركة مدهشة يا تشيس. جئت في الوقت المناسب. سكاي، ضع الكلب الآلي مكانه. سأفعل. جاري العمل. حسناً يا قطط، الرخصة والتسجيل. لدي حساسات شديدة. أنا هكذا دائماً. هيا يا قطط، أفسحوا مكاناً للكلب الآلي. يوهو، قطط، انظروا للخيط، أحضروه. نجحتم يا جراء. نعم، حسناً، يبدو أن الجراء قد أنقذوا الوضع. لا، رايدر، دواسة البنزين عالقة. علم يا تشيس، تشغيل القيادة الآلية و... ها! نجحت! هل ستتركني مقيداً من الوسط في الكرسي هكذا؟ هذا مريح لي. أعرف ما هي المشكلة، جذبة قوية ستصلحه. تشيس، أجل يا رايدر. راو، الحبل. نجحت يا تشيس. شكراً يا رايدر. الكلب الآلي، اضغط المكابح. ابتعدوا عني. إذا أردت تلفازاً، اذهب إلى المتجر. نعم، حسناً، أظن يجب أن أشكرك أنت والجراء على إنقاذي. إذا أردت شكرنا، عليك تنظيف الفوضى التي أحدثتها. إذا وجدت مشكلة، فقط اطلب المساعدة. ريكس،
Onu hareket etmemesini söyle. Timmy, hareket etme. Sessiz ol Timmy. Çıkartmak için bitkilerin dikkatini başka yöne çekelim. Dinozor ödül bisküvilerinden var. İyi fikir. Teşekkürler Rex Chase. Fırlatıcını dolduralım dostum. Timmy, hayır! Çekil! Taylor! Hayır! Bekle! Beni yere indir seni yapışkan şey! Sıkı tutun Taylor Chase. Ödül bisküvilerini bitkiye doğru fırlatıp dikkatini çek. Rex sen de gidip Timmy'yi almalısın. Fırlatıcı! Onlar senin için değil ama. Hareket etme küçük dostum. Rah rah. Timmy, bana doğru sıçra. Rah rah. Umarım bu bitki dino bisküvisi seviyordur. Kovalar. Kayış takımı. Teşekkür ederim Sky. Sayende kurtuldum. Çok iyi köpekçikler. Şimdi yavru dinoyu gözünüzün önünden ayırmamaya çalışın. Ha? Ama bitkilerin gıdıklanabileceğini nereden bileceğiz? Öğrenmenin bir yolu var. Dino pençesi. İşe yaradı. Hadi Rex. Başardı. لا تقلق يا كلو، فرسان الإنقاذ، أحتاجكم جميعاً لهذا الإنقاذ. نحن في الطريق يا سيد رايدر. لا يا رايدر، العربة ستصدم جذع الشجرة. سكاي، فلتعطي التنينين درساً في الطيران. على الرحب. الطيار الآلي. جناح التنين. حسناً يا صغيران، شاهد وقلد ما أفعل. رفرف بجناحيكما هكذا. هذا هو رفرف 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 أكثر رفرف أسرع أوه لا تلك الصخور ستحطم العربة من الجيد أننا هنا بالتأكيد رابل أريدك أن تحطم الصخور وتخلي الطريق كرة التحطيم تأتي مسرعة أحسنت يا رابل الآن زوما استخدم عوامتك لقلب العربة وإبطائها لك هذا قاذف العوامة إنها تبطئ أحسنت واو نحن مرتفعون أوليه التنين الأم تظن أننا نؤذي صغيريها
تراجعوا جميعاً. خطوة أخرى وستكسر هذه الحافة وتأخذ العربة معها. لا لا تتراجعوا، أنقذوني سباركس، أنقذني. لا يا كلو لا تقفز. العربة. روكي استخدم خطافك لإيقاف العربة حالا. سنحضر صغارك أيتها الأم. خطاف، استمر في الرفرفة، استمر في الرفرفة. نعم أنا أطير. تشيس إنه دورك. رف شبكة التنين. أفضل كثيرا. لم أكن سأقولها أفضل من هذا. شكرا لقدومكما بسرعة. اطمئن يا كابتن، سنجد والي. مستعد يا زوما؟ مستعد وجاهز لأبتل. هيا يا دورية المخلب. الشبكة تؤدي لأسفل، إنها عالقة في المرساة. يمكنك هذا، أعرف أنه يمكنه. والي؟ والي فعلتها. نعم عرفت أنه يمكنك. حسنا لم أعرف أني أعرف وأعرف. والي مشبوك في شبكة الصيد القديمة، لا يمكنني تحريره مطلقا. نستخدم رافعة تشيس لسحب والي إلى الشاطئ، يمكننا تحريره هناك. خطة جيدة، سأنفذ. رايدر يحتاج رافعتك. حسناً الرافعة. أمسك. شكراً. أحسنت يا زوما في الوقت المناسب. تشيز اسحبه ببطء. المحرك. والي أنت بخير، لقد قلقت عليك. شكرا يا رايدر، أنت وزوما وتشيس أنقذتما والي. تشيس سأصل حبل سكاي مع رافعتك. للاستفادة من الطول أنزلني إلى أسفل ثم ارفعني أنا وأليكس لأعلى. تشيس تولى المهمة. سكاي ساعديني في إيجاد طريق لأسفل. سأحلق في السماء. يجب أن يكون الطول كافياً. حسناً يا تشيس أنزلني. مؤكد. يبدو جيداً. لا اليمين أكثر، أنت قريب من القطعة الجليدية. احترسوا.
لطيف منك أن تأتي. أهلا جاك، لا بأس يا أليكس، مستعد للصعود؟ أنا مستعد. حسنا، سأثبتك ثم سنعود أنا وأنت للأعلى. ستتزلج للأسفل يا جاك؟ أبحث طوال العام عن سبب للتزلج على هذا المنحدر. تذكر، افعل كما طلبت منك حتى نصل في أمان. سأفعل، أنا أعدك. حسنا يا تشيس، بلطف وبط. علم يا السيد رايدر. أمسكتك. هل أنت بخير؟ نعم، لماذا توقفنا؟ تشيس، لماذا أوقفت الرافعة؟ لم أفعل، شيء ما عالق. رأيتها، الخطاف عالق في الصخور. علينا أن نتزلج بمفردنا يا أليكس. واو، المنحدر زلق جدا، لو أن لدينا شيئا نتسلق عليه. السلم قادم. فكرة رائعة يا تشيس. تشيس يتولى المهمة، هيا أسرع، أرجلي تتجمد. حسنا يا أليكس، إلى أعلى. نجحت، شكرا يا تشيس. على الروح. توخى الحذر. أعرف أين نذهب، لكن سأجد الجراء. الشاحنة الكبيرة تنتظر. تشيس، استخدم مكبر الصوت وأخبرهم أننا في الطريق. رف، إطلاق مكبر الصوت. لوك ستارز. آل، أصفدها هناك. أوه جيد، دورية المخلب هنا. يومي وغاربي، سنخرجكما، فقط انتظرا. حسناً. سكاي، أريدك أن تخفضي مخلب الإمساك وتثبتيه في شاحنة يومي. حسناً يا رايدر، سأخفضه الآن. مخلب الإمساك، أمسكتك يا مزارع يومي. هيا انطلقي. إنه وقت تسلم الشاحنة. أوه، تشبث يا غاربي. أهم، هل هذا وقت سيء لطلب تذكرة لحفلتك؟ أمسكته. عمل جيد يا آل. تشيس، استخدم طائرتك لنقل آل إلى الكابينة. رف، تثبيت الشاحنة الكبيرة. رف، الطائرة. حسناً يا سكاي، هيا نعطي دفعة لشاحنة آل. رايدر، سأحتاج لبعض المساعدة. سوف أسقطون في الهاوية. لن يحدث في وجودي. هيا، سوف نفعلها. لوك، لم يكن لديه حتى تذكرة واحدة بعد كل ما فعلته. مهلا، هذه قبعتي. هبوط من عسل المزارعة يومي. العمدة همدنجر ذهب من هنا، فلنذهب خلفه. رايدر، انظر، دب عالق فوق الشجرة. فلنساعد الصغيرة أولا. لا تخف أيها الدب الصغير، إذا تسلقت لأعلى الشجرة فستتمكن من النزول. هلا، أعتقد أن هذا صوت الأم. هيا نعد لها صغيرها، لا نريد أن نقترب جدا. أعرف، نستخدم العسل ليقوده لأمه ونعلق الجرة في طائرة تشيس. تفكير جيد يا روكي، هيا نفعلها. عسل، نحن في البيت. الآن يمكنني أخيراً الاستمتاع بكعكتي. هل يوجد أحد يطن هنا؟ قطت أحضرت خلية النحل إلى مخبئي. إنها خلفي.
هيا عودي للداخل وطارد النحل. جيد، إذا علينا الاتصال بدورية المخلب. نجحت، اتبع العسل أيها الصغير. نجح هذا يا روكي. عمدة همدنجر، نحن في طريقنا لك. أسرعوا، مخبئي مليء بالنحل. هيا نسرع يا جراء. إن النحل استولى على مخبئي. سوف نلقي نظرة عليه. رايدر، النحل يحب الزهرة التي على قبعة العمدة. يجمع الرحيق وهو ما يصنع منه العسل. ها، رحيق من يهتم. تخلص منه وأنقذ قبعتي. لدي حل. أهلاً، ما الأخبار؟ سكاي، أريدك أن تغري النحل ليخرج من مخبأ العمدة، لكن ستحتاجين مجموعة من الأزهار أو زهرة كبيرة واحدة. سكاي، استخدمي زهرة عباد الشمس. أنت متأكد يا روكي؟ أكيد، يمكنني أن أزرع غيرها، أجيد الزراعة. حسناً، سأحلق في السماء. يا نحل، معي زهرة مليئة بالرحيق من أجلكم. أحسنت في إغراء النحل، الآن قوديه إلى مزرعة يومي. علم هذا. هيا نعد الخلية إلى المزرعة. الطائرة. أحسنتم يا جراء. شكراً يا دورية المخلب. قطتي المشاغبة لن تأخذ المزيد من خلايا النحل. ترى إلى أين ذهبوا؟ هناك طريقة للبحث عنهم. زوما، تشغيل جهاز المسح. مسح. أراه، موبي أصبح خلفنا بطريقة ما. يبدو أنه يتجه نحو مدينة الجراء الآن، وأعتقد أنه سيصل قبلنا. سكاي، كيف الحال في مدينة الجراء؟ الكل بخير. جراء البحر على وشك إطلاق الكرات الذهبية للبدء في افتتاح معرض المتحف. مدهش، لكن موبي والحبار العملاق في طريقهما إليكم، لذا احترسوا كثيرا. علم يا رايدر، لا أرى. الحبار هنا يا رايدر، إنه عملاق وسريع. إنهم يطلقون الكرات. رائع، إذا أمسكها الحبار كلها سيفسد الاحتفال الكبير. انظر إلى الكرات الذهبية الجميلة، ألن يكون من الرائع أن تلعب بها؟ الحبار يريد الكرات الذهبية، يجب أن نشتته. أيها الحبار، انظر إلى هنا. زوما، حاول استدراج الحبار العملاق خارج المدينة. لا، يجب أن نأخذ هذه الكرات أيضاً. هيا بنا، يجب أن نوقف الحبار العملاق قبل أن يتأذى أحد، بما في ذلك الحبار. ميكسويدلي، عليك أن تساعدني، هذا الحبار العملاق أخذ ميكسويدلي. لا، رايدر، يبدو أن الحبار يحب تلك الكرات. وجدتها يا سكاي، خطرت لي فكرة. مدفع الفقاعات. وأنا سأساعد. رف، الأضواء. يحب فرقعة الفقاعات. ميكسويدلي، صديقي، عد إلي. رفاق، الكرات تطفو بعيدا. لن أدع هذا يحدث. رف، الشبكة. أحسنتم يا رفاق، الآن لنعد هذا الحبار إلى دياره.
حسناً، سأجد ذلك القمر. رف، الطائرة! هل تسمعني؟ من رايدر إلى تشيس، حدد موقعك، أين أنت؟ أنا على الشاطئ يا رايدر، أنتظر القمر. إنه أمامي، الآن! حول، ابدأ الآن، استخدم الطائرة لإبطاء سقوط القمر الصناعي. علم ذلك يا رايدر. كيف حال الإصلاح يا روكي؟ تقنية معقدة يا رايدر، سأحتاج المزيد من الوقت. من رايدر إلى آل، الآن أخرج إلى الصحراء بأسرع ما يمكن. علينا أن نقوم بحفظ القمر وجميع أجهزته، تعتمد اتصالات خليج المغامرة على ذلك. اطمئن تماما يا رايدر. تفعيل ذراع المخلب. هل تسمعني؟ أقوم بضخ فواصل على القمر لكنه يسقط بسرعة يا رايدر. إذا كان بإمكانك توجيه القمر نحو الصحراء فلدي خطة لمحاولة حفظه. إنها حمولة ثقيلة لكنني سوف أحاول. أعدت تشغيله. يبحث عن القمر الصناعي لإرسال رسائل. رايدر، القمر يتجه إليك والطائرة لا يمكنها أن تصمد. آل، حان الوقت للمخلب الكبير ليحقق صيداً كبيراً. سعيد بهذه اللحظة، هذا يعني أنني سأسرع. أمسكتك. كان وشيكاً، صيد جيد. عمل رائع يا جراء، لكن علينا اكتشاف طريقة ما لإعادة القمر إلى المدار. سنحتاج إلى صاروخ كبير أو الكثير من الماء كلعبة صواريخ المياه، تتذكرون؟ فكرة عظيمة يا روكي، ولكن ترى أين سنجد الماء هنا؟ في الصحراء. أعرف، هل تسمعني يا مارشل ورابل؟ سنحفر ممراً لكي ندفعها بالمياه. انطلاق مجرفة الجرو. أتمنى أن أحفر مثله. حان الوقت لبعض الطاقة المائية. القمر الصناعي جاهز. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إطلاق! حسناً جميعاً، 1 2 3 دفع. لا أمل. أوه، مرحبا، هل من الممكن أن تتمكن دورية المخلب من إنزالي؟ هاي، يبدو أنه حوت آخر. ممكن، تتكلم الحيتان مع بعضها بأغانيها. إنه حوت آخر، مؤكد هي أمه. إنها تتجه إلينا. أخبار جيدة، أمك قادمة. ليس جيدا جدا، إذا اقتربت الأم قد تعلق هي الأخرى على الشاطئ. حوتان على الشاطئ والأم كبيرة الحجم. كابتن توربت، الحيتان حساسة للصوت؟ نعم، النشاز الفاجع أعني الضوضاء تخيفهم. إذا يجب أن نصنع ضوضاء لإبعادها من هنا. ربما تريد أن تغطي أذنيك. لنصبح صاخبين. لقد بدأت تبطئ. جيد، لكن نريدها أن تعود. هاي مارشل، لنصبح أكثر صخبا. نعم، إنها تبتعد. من يعرف كم ستبقى بعيداً؟ يجب علينا أن نعيد الصغيرة إلى الماء بسرعة. المد ليس مرتفعاً. أعرف،
ربما روكي يجد شيئاً يساعدنا لينزلق الصغير إلى الخليج. كنا نفعل هذا في المتنزه. ممتاز. ممتاز. شكراً لقدومك سريعاً يا روكي. روكي مستعد للإنقاذ. حسناً يا روكي، أدرها في القناة. ممتاز مارشل، أيمكنك رش البلاستيك ليكون زالقاً؟ بالتأكيد. ممتاز، حسناً إذن كلنا جاهزون. واحد، اثنان، ثلاثة، ودافع. ابتللت تماماً. انظروا. الوداع أيها الصغير، سنفتقدك. الوداع. هي هنا في مكان ما. ها هي. وها هي. وهناك. من منكم تشكليتا؟ واو واو. ها، الطيور حقا تحبه. اسمعوا يا دجاج، إذا كنت تعيشين في حقيبة أرجوك تقدمي. شكليتا. أو عزيزي، يوجد مليون دجاجة هنا، لكن شكليتا ترتدي سوارا على كاحلها. يا عمدة، لا تفتح البوابة. واو. أو لا، لقد خرجوا. السوار. هذه شكليتا. اتبعوا البقرة. شيف، اجمع الدجاجة بشبكتك وسأمسك تشيكيليتا. أمرك يا رايدر. أمسكت واحدة وأمسكتني. ها هي. احترسي يا دجاجتي الغالية. مارشل، نحتاج سلمك. لا حاجة للسلم. تعالي يا شكليتا، تعالي لأمك. أمسكتك. جيس، شبكتك. أمسكتك. أولا، شكليتا لا تعوم. زوما، قابلني عند الخليج. هيا لنغوص. سترة النجاة، انتشار. تمسكي يا صغيرة. ممتاز يا زوما. شكرا شكرا شكرا. على الرحب يا عمدة جودوي. عند أي مشكلة اطلبي المساعدة. آسفة، أفسدنا حلقتك. أفسدتي؟ كان رائعا، إثارة، كوميديا ودراما، وتم إنقاذ الكثير من الدجاج. أنا لست واثقا من ذلك. مرحبا والي، هل يمكنك القيام بقفزة من أجل قناديل البحر؟ حركة جميلة. خنزير يتزلج. غريب. هذا اللوح الجديد رائع. شكرا. أهلا كابتن توربت. رايدر، رأيت الآن أغرب متزلج على الإطلاق. لا تخبرني، خنزير يتزلج. أجل. نحن في طريقنا. جراء، كرني عند الفلاندر. هيا بنا. احترس يا والي. أو لا، خنزير في الماء. زوما، اتبعني تحت الماء لنحضر كورني. أوه أوه.
غوص. روكي، سنستخدم رافعتك لرفعه للسطح. مستعد يا رايدر. رائع. أحسنت يا رايدر. حسناً روكي، اسحب رافعتك. فكرة رائعة يا والي، كورني سيحب طعامك. الآن هيا نعده إلى الشاطئ. كورني، كيف حالك يا صاحبي؟ هيا نتأكد أنه بخير. ترمومتر، قل الحرارة طبيعية. الأشعة السينية، كل شيء في مكانه وليس مصابا بدوار. ليس مصابا، لكن يشعر بالجوع. تريد طعاماً يا صاحبي؟ هل قال أحد طعاماً؟ وليس أي طعام، طعام صنعته المزارعة يومي ويوجد ما يكفي للجميع. لا أعرف كيف أشكرك يا رايدر. لا تهتم بهذا، كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة، سنأتي. خصوصاً عندما تحضر طعاماً. كيف سيقوم زوما بخدعه اللطيفة؟ بكل روعة ورشاقة، فقط شاهد. هيا يا زوما. أحسنت يا زوما. هيا يا زوما. رايدر، الحافلة متجهة لشارع أليكس. علينا أن نسرع. أين ذهبت أيضا يا أليكس؟ ذهبنا للمحطة لنشاهد القطارات تمر. محطة القطار، هيا بنا. ها هي. رائع، هيا ليذهب أليكس إلى المدرسة. رايدر، إنها تتحرك. يضع أليكس طعامه هنا. خمن من يأكل شطيرة التونة للإفطار. ها 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 تشو. كالي. ها؟ أوه لا، انتظر. أوه لا، إنها تسرع. الحقيبة تذهب بعيدا. سكاي، محطة القطار بسرعة. وجدنا حقيبة أليكس وعلينا أن نمسك بها. في الطريق. حسناً يا سكاي، اتبع القطار. سأحلق في السماء. أظن أن رايدر لم يجد حقيبتي في الموعد. أظن ذلك. آسف أنني فقدتها يا جدي، أردت حقاً حقيبتي الجديدة في أول يوم في المدرسة. حسناً يا سكاي، اهبطي قليلاً لأمسك بها. أمسكتك. لقد أمسكت الحقيبة وكالي أيضاً. الآن هيا نلحق بالحافلة. وقت الذهاب يا أليكس. سيد بورتر، أليكس أمسك. هي، وجد رايدر حقيبتي. سيكون هذا أفضل يوم في المدرسة. شكرا يا رايدر. على الروح بي يا أليكس، كلما احتجتنا أطلب المساعدة. وداعا، استمتع. وداعا، شكرا دورية المخلب. هناك من أكل شطيرتي.
حسناً أيها الجراء، سنستدرج ليدي بيرد للخارج باستخدام أكبر تمثال حجماً وبريقاً، ونعيد تمثال لوبو الذهبية سالماً. حقاً خطة مدهشة ورائعة، ولكن ليس لدينا التمثال البراق. سيكون، وسترين عندما نطير إلى الصحراء في النفاثة. حسناً يا رايدر، لكن كيف ستعرف ليدي بيرد بشأن التمثال؟ هذا هو دور تاك. هل يمكنك التسلل خلال ثقب الباب؟ قوي وصغير، سأبذل جهدي. رائع، ها هي بقية الخطة. لامع، لكنك لا تنبح. كيف وصلت هنا؟ ليدي بيرد، لقد جئت لأستعيد تمثال لوبو الذهبي. أبداً، إنه أفضل صديق لي. تماثيل، أوقفوه. حسناً، يمكنك أن تنسي أمر التمثال العملاق اللامع الذي وجدناه في الصحراء. أمسكوا هذا الجرو. ماذا؟ وجدتم تمثالاً عملاقاً لامعاً في الصحراء؟ أوه لا، لا يفترض أن أقول عنه أي شيء مطلقاً. لكنك فعلت. أبقوه هنا بينما أبحث عن هذا التمثال. انسوا أمر الجرو وافتحوا الباب. استعد يا رايدل، خطتنا تسير جيداً. ما مدى صعوبة العثور على تمثال عملاق مليء بالجواهر؟ إنه عملاق ولامع جداً، وسيصبح ملكي. احملوا التمثال لمخبأي في المتحف. أمسكتك يا ليدي بيرد. ماذا؟ أنت لست تمثالاً؟ لا، أنا جرو خارق. وتمثال لوبو الذهبي ليس لك. لن تمسك ليدي بيرد أبداً. ألا مستعدة؟ وقت التفكير والتحرك. ماذا؟ سآخذ هذا. لا، تمثالي الذهبي يمنحني قوتي الخارقة. جيس، أنقذ ليدي بيرد وتاك. شبكة الطاقة. كان هذا وشيكاً. كان هذا وشيكاً. شكراً. تماثيل، دافعوا عني، أمسكوهم. تماثيل، صحيح، ليدي بيرد ستعود. عبد كابلات. أجل. جيس يتولى المهمة. رف الرافعة. رف الرافعة سحب. يمكنني تدمير المبنى بكرة التدمير. حسناً، علي فقط الاقتراب أكثر. علينا تضخيم الحجم. يا صديقي، ماذا الآن؟ لا زال لدي الرافعة. أحتاج إلى بعض المساعدة. تاك، ليبرتي. هيا يا تاك، هيا نثر بعض المتاعب. هذا ما أفضله. الإنقاذ هو اسمي الثاني. كودي، هيا تحرك. حسناً، سأحركه من أجلك. رائع. لا أصدق، لقد تم شحنه بالكامل وسنذهب.
سأذهب إلى القمر لنرى قوة فريق القطة الآن. ضربة ذيل. واو، قوة الأسد. استمرار على النبأ الحزين يا كودي، لكن خطتك للتدمير قد فشلت. فقاعة. أوقفنا آلة التدمير يا جراء، لكن علينا مساعدة كودي الآن. تم شحن الناقل بنجاح، يمكنك نقل أهل البلدة إلى القمر الآن. رائع، إذا لم أحصل على خليجي المغامرة لن يفعل أحد. وقف عن اللف. لقد نقلنا الناقل بنجاح إلى القمر. أليدي، أحضري تصميماتي لبناء سفينة فضاء. لم يتخلص خليج المغامرة من كودي جيزمودي بعد. حسناً، لقد حجزناه. أيها المشعر الكبير، أرجوك اترك روكي. أوه لا، لم أرى أبداً قرداً بهذا الحجم الكبير. أريد التقاط مجموعة صور لهذه النوعية. أوه سخيف. رايدر، القرد الكبير في نقطة المراقبة. يأخذ روكي إلى السطح. حسناً، المزيد من الحك. تشيس، اطمئن على روكي بالمكبر. تشيس يتولى المهمة. راو، مكبر الصوت. كيف حالك يا روكي؟ أنا بخير، لكنني تعبت جداً من الحرك. سكاي، المشعر الكبير قريباً من الحافة، اجعليه يتراجع بطوافتك. علم. تراجع أيها القرد الكبير. تراجع، تراجع، تراجع. زوما، لدي فكرة، حرك المنظار لأعلى وللأسفل. حسناً، أنا سأغوص أعلى أسفل ثانية. نعم. تراكر، استخدم أسلاكك. وف، أسلاك. أهلاً روكي، تمسك واستمتع بالجولة. عمل رائع يا تراكر. إذن يا روكي، أمستعد لصنع آلة جديدة لحك الظهر؟ لو هذا يعني ألا أحكه ثانية فبالتأكيد. زوما، أوقف تحريك المنظار. سكاي، حان وقت إنزال المشعر. من هنا تماماً، محمل بالطعام ومستعد ليعيدك للبيت. يريد مجددا. سأهتم به. صنعت هذا لتتذكرني به. على الرحب أيها المشعر. حسنا أيها الألي، هو مستعد للعودة. وتذكر، كلما احتجت للحكة فقط أوجا أوجا للمساعدة. أنت تغوص. يبدو أنك محق. السفينة تغوص الآن في الماء. النجدة، 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 النجدة. اهدأ يا توربت، فقط اهدأ، لا بأس. خذ نفساً، أنا بخير. الصخور أحدثت ثقباً في البدن، ستغرق الفلاندر قبل أن أصل إلى الميناء. يجب أن نفعل شيئاً. وجدتها. روكي لديه شيء لإصلاح الفلاندر، نحتاجه هنا سريعاً. إنه رايدر. نعم، يريدني. أخبرني ماذا تحتاج؟ شيء لإصلاح فقط في سفينة كابتن توربت. لقد علم. لا، لن ينجح ولا ذلك. صغير جدا. لا، ليس قويا بما يكفي. وجدته.
لا تفقده واستخدمه. وجدت معدنا يمكن استخدامه لوقف تسريب حتى يصل كابتن تربت للميناء. سكاي في طريقها، ستطير بك إلى هنا سريعا. هذا الجرو سيطير. هاي انظري أين تطيرين. نحلق فوق أكبر حوض استحمام في العالم وأحاول أن أبقى جافا. أخرجني من هذا الشيء. احترس يا روكي، ستتبلل بشدة. لماذا كل شيء يريدني أن أبتل اليوم؟ هذه الرقعة ممتازة، دعنا نصلها بالسفينة يا زوما. هيا بنا لنغوص. السفينة أصبحت في خطر. اطمئن يا كابتن، رايدر ودورية المخلب هنا لإنقاذ الوضع وسفينتك. نجحنا يا رفاق. بالتأكيد يا زوما. تقدم يا رايدر. لك هذا. نجحت. لقد أنقذت فلاندر. حسناً. صوتوا لي. عمدة هامدينجر، لا تطلق أشياء في كل مكان، يجب أن تتوقف. لن أتوقف حتى أفوز. احترسوا جميعا. عمدة هامدينجر، اخرج من القبعة. مستحيل، اذا كنت مرتفعا سأحدث كل الناخبين. مرحبا ايها المواطنون الاوفياء، انا الرائع القوي هامدينجر، والذي قريبا سيكون عمدتكم. لكني لا اريد ان اكون بهذا الارتفاع. النجدة. سكاي، نحتاجك لإنقاذ العمدة هامدينجر. هذا الجرو يجب أن يطير. لا تحلقي هناك أيتها الجروة الطائرة النجدة. يوجد الكثير من البالونات، لا يمكنني الاقتراب بالسرج. أنا أعرف، أخبري العمدة أن يصوب المدفع إلى أعلى ويضرب البالونات. عمدة هامدينجر، قم بتصويب المدفع إلى البالونات. مهلا، بهذا المعدل سأعود إلى الأرض سريعا. لا، لا تفرق الكثير وإلا. أمسكتك. شكراً. ولأظهر تقديري سأسمح لكم جميعاً بالتصويت لي. أين ذهب الجميع؟ حسناً جميعاً، تم فرز الأصوات. عمدة خليج المغامرة هو العمدة جودواي. شكلي لقد فزنا. شكرا للجميع، خصوصا دورية المخلب الذين يحصلون على صوتي كأفضل جيرة. على الرحب، وإذا كان لديك مشكلة في الانتخابات فقط اطلبي المساعدة. توقف، أطالب بإعادة فرز. آسف يا عمدة هامدينجر، لم تحصل على أي أصوات بالمرة. أنتم يا قطط لم تصوتوا لي؟ هيا سنعود إلى قاع الضباب الجميل. لا، لن تذهب قبل أن تنظف هذه الفوضى. سيء. تماسا. النجدة. النجدة. سكاي، أنزلي حبلك، لكن كوني حذرة جدا حتى لا تدفعي الأرنب. علم يا رايدر.
سكاي أسرعي، الشمس تذيب الشوكولاتة. تشيس اذهب لأسفل الوادي وجهز شبكتك. لك هذا. ماذا يحدث؟ أو لا، كنتو أمسك به. رف الشبكة. رايدر الأرنب ساقط. الآن لدينا أرنب عائم. النجدة. تماسك يا عمدة، نحن قادمون. تشيس سكاي ابقايا مع الأرنب. زوما نحتاج إلى عوامتك. هيا لنغوص. العمدة المغطى بالحلوى أمامنا. ها؟ سمعت عن شوكولاتة تطفو من قبل، لكن ليس هكذا. زوما استخدم عوامتك لإمساك الأرنب وسحبه إلى الشاطئ. حالا. لا ابتعد. لا. أو عوامة. أخطأت. جراء يتجه ناحية الخليج، لنبقى معه إلى الرصيف. أو لا، يجب أن ننقذ العمدة همدينجر قبل أن يصطدم بالصخور. سكاي حاولي إبعادها. حسنا، وقت بعض القوة الدوارة. أحسنت يا سكاي. سكاي ماذا تفعلين؟ عودي من أجلي. علينا إيصال الأرنب إلى الشاطئ. رايدر لدينا مشكلة. أو نعم، هذه الدلافين تبدو قريبة جدا. زوما اسحب الأرنب إلى الشاطئ وبسرعة. رايدر إذا قدم الدولفين فتحة في الأرنب سوف يغرق. زوما خطة جديدة، أنقذ العمدة بعوامتك. أو عوامة. ماذا يحدث؟ سأغرق. عمدة همدينجر أمسك العوامة. هيا يا جراء، الضباب يقترب، تقريبا عند الجزيرة. السفينة السياحية تتجه إلى الجزيرة. تشيس ضع ضوءك على قمة الفنار حتى تبقى السفينة القادمة بعيدة. لا تقلق يا سيدي. السفينة تقترب، أسرع. مغلق. كابتن توربت، رايدر معك. رايدر هذا أنت، بالكاد أنا أرى في هذا الضباب، كل شيء هنا يبدو مشوشا. باب الفنار مغلق، هل يوجد مفتاح له؟ أكيد هو هنا. إنه في أمان. أوه ذلك لن يساعد. يجب أن نجد طريقة للدخول. تمسك يا كابتن. أوه الضباب كثيف، لا يمكنني الرؤية. تشيس أطلق شبكتك على جدار الفنار أسفل النافذة. أمرك يا سيدي. رر. رر. يا فكرة رائعة. دخل، سأنزل حالا. رر رر. هيا ننطلق. نعم أحسنت يا رايدر. لننطلق. فنار جزيرة الفقمة، هيا يا فنار. هنا كابتن سفينة الأميرة ماريا، لا يمكننا رؤية ضوئك، انتهى. هنا فنار جزيرة الفقمة يا كابتن، ضوءنا سيضيء الآن. الآن نحن نرى فنار جزيرة الفقمة وسوف نمر بعيدا عن الصخور. شكرا ووداعا. دورية المخلب نجحتم وفي الوقت المناسب. شكرا يا زوما وتشيس. أقرب قليلا يا سكاي.
احترس يا رايدر. حسنا يا كابتن، هيا نخرج العظمة. لقد تحررت. حسنا يا رابل، جهز الرافعة في مكانها. أمرك رايدر. الرافعة قادمة. أكثر قليلا، أكثر قليلا، هكذا، عظيم. ووهو. رابل اسحب. تمسك يا رايدر. تمكنت منها بلطف وبط. العظمة ليست الشيء الوحيد الذي تحرر. رايدر. النجدة. سكاي، سأنزل إلى أسفل. استخدمي الحبل لإنزال الكابتن توربت. الحبل يا كابتن. أحسنتم يا أصدقاء. أحسنت يا سكاي. شكرا يا رايدر. أوه، إنها حقا جميلة. وهو، هوريشيو. فرانسوا. وجدت عظمة الديناصور المثالية. سأكون أفضل عالم حفريات لهذا العام. فرانسوا. إيه، أعني سنكون عالمي الحفريات لهذا العام. والجراء. مناسبة تماماً. أعلن رسمياً أن هذا الهيكل العظمي قد اكتمل. لأول مرة لسنا الوحيدين المتحمسين بسبب عظمة. أظنه يعجبه المكان هنا. كيف تعرفين؟ انظر إلى الابتسامة. أريد صورة مع الأبطال الذين وجدوه. هذا أنا وابن عمي ورايدر وجراء الدورية. هذا صحيح، كنتم جراءً جيدين. تذكر، إذا كنت في مشكلة فقط أطلب المساعدة. حسناً، فليبتسم الجميع. أوه، كم هي جميلة. أحسنت يا سكاي، أبقي هذه الطائرة تحت السيطرة. تحقيق الاستقرار في تقدم. حسناً يا روكي، حيث إنك في مكانك حرر إيس. حسناً يا رايدر. إيس، سأهتم بهذا. مقص. أوه، شكراً يا روكي. شكراً. شكراً ثانية. أحسنت يا روكي، يمكنك إصلاح هذا اللوح في الجناح؟ سأفعل. مفك براغي. سوف تعود إلى العمل سريعاً. شكراً يا سكاي، أنت رائعة. سأهتم بالأمر. لكن يا إيس، دجاجتي. حسناً يا عمدة، سأحضرها. انتظري، نحن نتوقف. يبدو أن الاضطرابات وضعتنا في زاوية سيئة. سكاي، تعرفين الحل. اتركي الطائرة تسقط لأسفل ثم أضيفي سرعة. أنا سأفعل. روكي استعد، سنحرك هذه الطائرة قليلاً الآن. لم أنتهي بعد، لكن افعلي ما تريدين يا سكاي. تحرر ثانية. ومن سينقذ الدجاجة المسكينة الآن؟ مهمة إنقاذ الدجاجة المسكينة تنفذ. لا بأس يا تشيكليتا، جئت للمساعدة. لا يمكنني النظر. المحركات تعمل. كدنا ندمر. تشيكليتا، طيري يا دجاجتي الصغيرة، طيري كما لم تطيري من قبل. لدينا دجاجة في الهواء. أكرر، لدينا دجاجة في الهواء. مارشل، أريدك أن تمسكها وبسرعة. أنا منطلق. أمسكتك. لا بأس يا تشيكليتا، أنت في أمان. متوترة؟ ها؟ أعرف، لما لا نغني معاً؟ فكرة جيدة. باك 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 باك.
هذا صحيح. هيا نغني سويا. باك 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 باك. أوه شكرا يا مارشال. شيكليتا أيتها الدجاجة السخيفة، أنت لا يمكنك الطيران. وكل شيء انتهى. نجحنا. شكرا يا روكي. على الرحب. شكرا يا سكاي، طيران مدهش. سأهتم بالأمر. هل سمعتم جميعا؟ إيس قالت طيران مدهش. نعم سمعنا جميعا، وهي محقة. أنت قائدة مدهشة، لقد أحسنتم جميعا. فكرة رائعة لإصلاح جهاز الهبوط بعجلة يا روكي. شكرا يا رايدر، هذه الشماعة تصنع هوائيا جيدا. يبدو أننا انتهينا، سأتفقد تشيس. النجدة النجدة. أي أحد؟ إذا تمكنت من تحرير البتينة والعمدة أيضا، يمكنني تحرير نفسي أيضا. الحارب. أمسكتك. نعم. هذا أفضل. الآن أين ذهب ذلك الفضائي؟ أهلاً تشيس، ما أخبار البحث؟ ممتاز، لقد وجدت بطيخة فضائياً وسحبني بالفقاعة وطفأت في الهواء مثل واو 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 واو. أين الفضائي الآن؟ أهلاً سكاي، ما الأخبار؟ لدينا زائر في نقطة المراقبة. أنا أعرف من هو، نحن في الطريق. نقطة المراقبة تشبه سفينته الفضائية، إنه يحاول الطيران إلى وطنه. آسف يا صديقي، هذا لن يجدي. شيء آخر يزعج هذا الأخضر المسكين. أظن تلك أمه، ومؤكد يفتقدها بشدة وليس طويلا. روكي كيف الوضع؟ هل اقتربت؟ اقتربت بالفعل، انظر. رائع، لقد أصلحها. كلما كنت في مشكلة فقط أطلب أو بي 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 المساعدة. هيا. فضائي. يطيرون في المركبة الفضائية، كم هذا رائع. ليس في روعتي أن نطير نحن بها. من هو ذلك المتزلج الغامض في المصعد؟ هذا ليس متزلجاً، هذا دب. سكاي أنزليه قبل أن يسقط. سأنزله يا رايدر. الشاحنة الكبيرة تنتشر. خطف. أمسكتك يا صديقي الكبير. رايدر رايدر، هل تسمعني؟ إنه وعر وجليدي. إيقاف هذا المنزل لن يكون سهلا. أنت لها يا آل، أنت أفضل سائق شاحنة جليدية أعرفه. جئت أصل إليه، فقط اجلس. أجلس بالثبات. تعال هنا وجرب. هل هذا سهل عليك؟ مرحبا يا رايدر، وصلنا إلى الشاطئ، كيف تجري الأمور؟ بخير.
هل هذه قفزة تزلج؟ هل قلت قفزة تزلج؟ سأعاود الاتصال بك يا جاك. بعد هذه الإجازة سأحتاج إلى إجازة أخرى. أو لا، سيتم تحطيم المنزل إلى قطع صغيرة. آل، حاول أن تمسك به. وقت الأرقام القياسية، مما يعني انطلق بسرعة. أنا في موقع سيء أظن. حظ جيد. أمسكته. ماذا؟ لما لا تحيونني؟ كنت أنا من قام بتمزيق الجبل في منزل على الجليد. كيف سنعيد منزل جاك إلى أعلى الجبل؟ سيحتاج المنزل إلى أكثر من شخص لإعادته لأعلى. إذن هيا نعده كفريق. وقود ببطء. أسلوب شاحنة الجليد، ركز على التوجيه وسوف نعيده لأعلى. الشاحنة تهتز. إذا أردت هذا خذي. الجرس، سوف أتبعها. كاك يا فتاة، فقط انتظري قليلا وسأجد لك بعض الذرة اللذيذة. أنا سأخذها الآن من هنا. لا لا يا تشيكليتا، اتبعيني. أي نوع من المساعدين أنت؟ لا أحد يتحدث مع تشيكليتا هكذا. ابتعدي، هي لي. On the good way، احترسي. شكراً لك يا دجاجتي الغالية دائماً. أتمنى لو تتركنا هذه السيدة وشأننا. أنا ليدي بيرد وما زلت أحتفظ ببعض الخدع. أو لا، هذه خدعة. لا تفعلي يا تشيكليتا. لوحي يا مساعدتي، لوحي. شبكة الطاقة. يجب أن نمنع ليدي بيرد من أن تدق الجرس. لا يمكننا الاقتراب منها مع الرياح. لدي خطة، فقط نحتاج أن يكون الطاق في السماء. هل يحتاجني أحد؟ سكاي، في الوقت المناسب نريدك أن تأخذي تاك إلى الجرس. تاك، أيمكنك دخول الجرس دون أن يراك أحد؟ قوي وصغير، سأبذل ما أستطيع. سأدق وأدق وسوف أدمر مدينتكم بأكملها. بسرعة، برج الجرس بطريقة الجراء القوية. وقت صنع الموجة. شكراً يا زوما. هيا نبتعد يا مساعدتي من هنا. أوه، لن تفعلي. قواي جرسي. لامع. لا، الجرس أمسكته. أرنب عالق في الحقيبة، يجب أن تطيري وتعيديها. لست معجبة بالنسور، لكن هذا الجرو يجب أن يطير. ليس ممتعا، أرجع هذا الأرنب. رائع يا سكاي.
سكاي؟ ها هي تشيكي ويكي، عادت لحقيبتها الصغيرة. أحسنت يا رابل. حسناً، يمكنك وضع تلك اللوحة يا روكي. أوه رايدر، أنت وجراؤك الصغار دائماً تساعدونني. واو، مفك براغي. أحسنت يا روكي. تفضل يا هوتي. هاي، أين السلحفاة؟ رأيتها تهرب من هنا. ها؟ رايدر، جراء، النجدة. رابل، هل يمكن أن تدخل جاروفك؟ جاروف. آسف، جاروفي غير مناسب هنا. انتظر، أعرف. تفكير جيد يا أليكس. حسناً، أحضرها لأعلى. تماسك. أحسنت يا أليكس، كان هذا إنقاذاً حقيقياً. كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. وهنا أشرح للجراء مهماتهم. مرحباً يا عمدة. رايدر، حفل الإهداء نجح نجاحاً مثيراً. شكراً ثانيةً، لكني كسرت كعبي الآخر. هل أتيت لتساعدني؟ نحن في الطريق. دورية المخلب والدورية الصغيرة، انطلقوا. كابتن، إذا حملت زوما بعض السمك ربما تبعه الحوت الصغير إلى الشاطئ. فكرة رائعة يا رايدر. تعال وخذ. كاتي، مارشل، استعدا. أحضرت الحوت لعملية التنظيف. يسعدني أنني أحضرت فرشاتي الكبيرة. اطمئن، نقوم بالتنظيف بينما تأكل. هذا الصابون سيزيل النفط دون أن يؤذي بشرتك. اطمئن، ستكون بخير. رأيت؟ الاستحمام ليس سيئاً. نحتاج شيئاً لنمنع هذا النفط من الانتشار. ليس لدي شيء يستوعب تسرباً بهذا الحجم. يجب علينا أن نصنع شيئاً. روكي، أنا معك يا رايدر. ما الأمر؟ أحتاج الكثير من المناشف لصنع شيء أنظف به النفط. لا مشكلة يا رايدر. قابلني عند الميناء ومعك المناشف. الأخضر يعني انطلق. يا روكي، أحضرت طنا من المناشف. نعم يا صاحبي، أحسن. كل الجراء تعمل معا، يجب أن ننقذ خليج المغامرة. حسنا، سنلف المناشف جيدا ثم نربطها معا. سأصنع هذا ممسحة نسحبها لتلتقط كل النفط سريعا بهذا الشكل. حسب طريقة تسرب المياه سنصنع هكذا مع ممسحتنا. رائع، فهمت. سيكون هناك الكثير من الربط، وأنا معي الأدوات المناسبة. أو مشبك. فكرة رائعة يا روكي. أبعدها يا رفاق. أحسنت يا زوما، امتص معظم النفط قبل أن يصيب أي حيوانات أخرى. حسناً، والآن الحمام. ووو. الخرطوم. واو. أظن أنني أحتاج التنظيف أيضا. والآن جميعكم آمنون. أنت تفتقد أمك. ياه، أظنها تنتظرك. Mm-hmm.
شكراً يا رايدر. ذهبت الناقلة لتصلح الثقب، وممسحة امتصت كل النفط من الخليج. دورية المخلب حقاً أنقذت الواطن. تسعدنا المساعدة. عند أي مشكلة فقط أطلب المساعدة. هناك! يبدو أن حساسيتك صحيحة. إنهم فريق القطط. سكاي، هامدينجر والقطط يغشون. نحتاج عينيك في السماء على الفور. تشيس، احرص على ألا يعطلوا السباق. تشيس أتشي يتولى المهمة. أوه، إذا تمكنت من المتابعة سأفوز في العدو. أتشو. ها؟ فريق القطط ومعهم برميل من زيت الذرة. الشبكة. أتشو. لن تصب برميل الزيت الزلق على الطريق اليوم. تذكري أن تخطي خطوات طويلة يا عمدة جودوي. نعم طويلة. أوه أجل. العدو ليس أسلوبي، أسلوبي هو. أراه أمامي يا رايدر، يستقل عربة القطط ويأخذ طريقا مختصرا. أحسنت يا سكاي. يبدو أنني أسرع عمدة في كل السباقات. أولا رايدر، هامدينجر يحتاج مساعدة. في الطريق تشيس، هيا. لن أفوز الآن. تمسك يا عمدة هامدينجر، دورية المخلب هنا. تشيس، أحتاج رافعتك. الرافعة. تمسك بها وسنسحبك. أبعدني عن هذا الجرف. يد الرافعة سحب. لكن ماذا لو وقعت؟ كان ذلك وشيكاً. نعم حسناً، أظن يجب أن أشكرك أنت والجراء على إنقاذي. على الرحب، فقد تذكر الغشاش لا يفوز. الآن هيا يا جراء، هيا لنرى فوز العمدة جودوي في السباق. لا شيء يهم، نجحت. أنهيت سباق العمد. وبعد استبعاد العمدة هامدينجر تفوزين بسباق العمد. هل سمعت هذا يا تشيكيليتا؟ ألا تريدين أن تهنئي أمك؟ نعم حسناً. أو شكراً يا رايدر، وشكراً لدورية المخلب على مساعدتكم. أنتم حقاً جراء جيدون. يا مارشل، الفرع الآن آمن. نعم طبق الحظ لن يسمح بحدوث شيء سيء. شكراً على قدومك يا تشيس. كن مستعداً في حالة وقوع مارشل وهوتي. بالتأكيد يا رايدر. الحبل. إنقاذ بومة رائع يا مارشل. شكراً يا كابتن تور. تشيس الآن. حبل الظهر. واو. من حسن الحظ أن الفرع موجود. هذا الطوق مدهش. ها؟ حسناً يا مارشل، ارجع الآن. أظن علي أن أسلك الطريق الطويل. زوما، أريدك أن تحضر حوامتك. ربما يحتاج مارشل المساعدة. مستعد كي أغوص. سأضع لك ضمادة.
طوقي، انتظر، سأحضره. لا يا مارشل، هذا خطر جدا. لا تقلق علي، أنا فقط. واو، طوقي الجديد محظوظ حتى لو لم أرتده. ممتاز، شكرا يا روكي. خذ يا مارشل، سوف نسحبك. تشيس، متى جئت إلى هنا؟ مارشل، كنت هنا طوال ال... واو! ووو! عوامة! واو! إمساك جيد يا مارشل، إنه طوقك المحظوظ. لا، إنه ليس طوقي الذي يجعلني محظوظاً، إنه حصولي على أصدقاء رائعين. رايدر، شكراً على مساعدتي في إنقاذ هوتي، وأيضاً على إنقاذي. تعرف ماذا أقول يا مارشل؟ كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. النسر! أبطي، استخدم المكابح. لا أستطيع تثبيت الدواسات، تدور بسرعة جداً. تشيس، أمن المرور في نهاية الممر. تشيس يتولى المهمة. أرجوك توقف، حالة طارئة خاصة بدورية المخلب. اطمئن يا أليكس، دورية المخلب تتحرك. سكاي، أحتاجك ومروحيتك عند الجسر بسرعة. سأحلق في السماء. دعها تتجه إلى الجسر، ستكون بخير. سكاي، ثبتي دراجة أليكس. لك هذا يا رايدر. أخطأت، سأعود ثانية. كدت أنتهي. أمسكت. شكرا يا سكاي. نعم. كان ذلك طيراناً رائعاً. كان أمراً بسيطاً. أنت بخير يا أليكس؟ أنا بخير، فقط لم أستطع التوقف، تلك الدراجة خارقة جداً. أظن علينا تعديل نظام المكابح. أليكس، آسف يا رايدر، هذا خطأي أنا. إذا بدأت ببطء كما قلت لما حدث هذا. لا بأس يا أليكس، في استعمال الأشياء الجديدة يجب أن تبدأ ببطء. أعرف، فقط أريد أن أكون مثلك يا رايدر. أنت بخير يا أليكس؟ أنا بخير، شكرا يا سكاي وتشيس وروكي ورايدر وكل دورية المخلب، أنقذتموني أنا ودراجتي الخارقة. على الرحب. لا مشكلة، كلما احتجتنا أطلب المساعدة. كنتم جراء جيدين اليوم، ما رأيكم في أن نشرب الليمونادة؟ أجل، هيا نتسابق لهناك. أليكس، أعني نذهب ببطء. هيا نذهب. أنتم رائعون، أنهيتم العمل. أحسنت يا أليكس، أنت تستحق كأس القيادة الآمنة. رائع، شكرا يا رايدر. وأيضا ربحت ملعقة. ملعقة؟ لماذا؟ لأنها كأس مثلجات. رو، الأشعة تحت الحمراء. لقد وجدتك. أتشو، كرات شعر القطط. أتشو. رايدر، أحضرت سكويكيمز. شكرا يا سكاي، هذا سوف يشتت بعض القطط. القطط تغلبت علي بسبب أنفي. أتشو.
سكاي، اتبعي القطط. أجنحة. ماذا؟ سيد سكويكمز، كيف تخدعكم خدعة الفأر القديمة؟ عودوا إلى تلك الحديقة وسببوا بعض الضرر الحقيقي الآن. رايدر، القطط تعود مجدداً، لكن بدون سيد سكويكمز. اطمئني يا سكاي، سنستعد وسنساعد سيد سكويكمز. أنت الأفضل يا رايدر. الآن رار، مصباح الإضاءة. انتظروا، عودوا. انظروا، المركز الأول. شكرا يا رايدر. على الرحب، كلما كنت في مشكلة فقط اطلبي المساعدة. النجدة، رايدر تخلص من العنزة آكلة التيوليب قبل أن تقضي على كل الأزهار. لا، تأخر الوقت. نراهم يا سكاي، انتشروا يا جراء. تشيس ومارشل تعالى معي. رابل انطلق هنا وركب كرة الفرو. تشيس اذهب للأمام وصل الشبكة بالشجرتين. شبكة لإمساك القطط قادمة. الشبكة. أربعة من خمسة، إمساك جيد يا تشيس. رابل، ابحث عن قطة تطير في اتجاه المزرعة. سأجدها يا رايدر. مارشل، أزل هذا التزغب. مدفع الماء. أحسنت، سأخبر كيتي أن القطط هنا. هيا نساعد رابل. إمساك القطة صعب، الرياح تجعلها تذهب في كل اتجاه. تدفعها في اتجاه البئر. لن تصل هناك سريعا. ربما لن أصل، لكن كومة القش ستصل. استعد، قوم، أطلق. مارشل، لن تطير ثانية إذا أزلت التزغب منها. آسف يا قطة، سوف تبتلين. مدفع الماء. هذا هو، الجميع مستعد للذهاب. ماذا فعلت بقطتي الغالية؟ إنها بخير تماماً، حتى أفضل، فهي نظيفة. لا أعرف كيف أقول هذا، لكن شكراً لك. هاي، كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة، صحيح يا قطط؟ بهدوء، بهدوء. حسناً حسناً، كان يجب أن أخذكم إلى العشاء أيضاً. رايدر، لقد عاد ضيوف بيتي. حسناً يا روكي، أنا في الطريق. تسعدني رؤيتكم، انظر ماذا حدث للبيت. كانت الرياح قوية بالأمس. ليس بهذه الدرجة، وسمعت عواء ثانية بالأمس. اطمئني يا يومي، سنعرف ما الأمر. أهلاً يا رايدر، ما الأمر؟ رابل، نحتاج جاروفك لبناء بيت من الأحجار. رابل يأتي مسرعاً. يبدو أن هذا البيت قد أكل أيضاً يا رايدر. هذه المرة آثار الأسنان كبيرة جداً. أسنان كبيرة كالموجودة عند ذئب كبير؟ الذئاب لا تأكل الخشب وأيضاً الأبقار، لذا ليست بتينة هذه المرة. إذن من يصنع تلك الآثار؟ إنها كبيرة. هل طلب أحد أحجاراً؟
شكراً. روكي، هل تساعد رابل؟ أي شيء من أجل أصدقائي. أوه، كماشة. جاروف، هيا نبني. تشيس، تتبع الآثار بالطائرة، فكرة جيدة. رو، الطائرة. رو، إطلاق. الطائرة وجدت شيئاً، شيئاً له مؤخرة كبيرة وذيل. هيا نذهب. إنه تشومبي، لابد أن ذيله هو ما صنع الآثار الكبيرة. إنه يكبر سده، والسبب واضح. تشومبي يكون عائلة. هذا يفسر الأفرع المفقودة. رائع يا تشومبي. شكراً يا جراء، بيت الأحجار يبدو مقاوماً للمطر. أحسنتم جميعاً، وفي الوقت المناسب. الرياح تهب. ثانيةً. واو. هذا هو الذئب. الذئاب لا تتوقف في منتصف العواء. غريب، كأن أحداً أوقفه أو ضربه. عندما يوضع ضلو هنا بزاوية وتهب الرياح، تصنع صوت عواء. رائع، تماماً كما ننفخ في زجاجة. يبدو أننا وجدنا الذئب. يا لها من راحة. شكراً لك يا رايدر. كلما وجدت مشكلة فقط اطلبي المساعدة. شكراً لحضورك يا رايدر، وشكراً لكما أيضاً. انظروا للأنبوب المكسور. رابل، نحتاج إلى إخراجها. رابل يأتي مسرعاً. جاروف، جارون ومعه جاروف مدهش. يوليوس جيدان حقاً. نعم، لكننا سنكون جيدين أيضاً. ليس إذا لم يحضر رابل بسرعة. أرجو أن يسرع. أحسنت يا رابل، ضع الأنبوبة هناك. هيا يا تشيكي، هزي ريش ذيلك. بولكا الدجاج. هيا يا سكريتا، هيا. علينا أن نوصل هذه الأنابيب ثانية. أو كماشة. أصلحتها، أحسنت يا روكي. الآن رأيت كل شيء. لعب السيد بورتر بالفطائر يشعرني بالجوع جداً. وأنا أيضاً. العام القادم يجب أن يكون لدينا مسابقة في أكل الفطائر. أسرع يا سيد بورتر. نعم، عرفت أن هذا العرض جيد. حسناً جميعاً، لنسمع تصفيقاً من أجل عرض فطائر السيد بورتر. حان وقت فرقة دورية المخلة. هيا يا جراء، دورنا. أسرع يا رابل. عمل رائع يا أصدقاء، انتهينا. لنرى كيف تعمل الآن. حسناً، احتجت حماماً قبل العرض. شكراً يا دورية المخلب، ستروى محاصيلي الآن. كلما كسرت أنبوباً فقط أطلب المساعدة. هيا بنا، هيا إلى عرض المواهب. أهلاً كابتن توربت. رايدر، هذا القرد الأحمق مجنون جداً، كسر فتحة الكبسولة الفضائية. شكراً على إخباري يا كابتن توربت، سنهتم بالأمر. روكي، فتحة الباب في الكبسولة معطلة، أريدك أن تصلحها قبل العد التنازلي. الأخضر يعني انطلق يا رايدر. أوه.
التنازلي. رائع يا روكي، لأننا نقترب من الاستراتوسفير. 10 9 8 7. هذا الباب عالق. 3 2 1 انطلاق. لا توقف روكي، هل قلت شيئا؟ خليج المغامرة، لدينا مشكلة. الباب لا يتحرك ولقد حبست داخل الكبسولة. نحن نتتبعك، لكن الكبسولة أصبحت بعيدة عنا. من يمكنه الوصول لك؟ أحتاج إلى جرو سريع كالصاروخ. أنا يا رايدر؟ هذا الجرو يجب أن يطير. قشر الموز عالق في المزلاج. يجب أن تفتح الباب بسرعة، الكبسولة تقترب من حافة الاستراتوسفير. علم يا رايدر. استخدمي طرف جناحك كأداة يا سكاي، يمكنك إخراج القشرة. نجحت. بسرعة يا جراء. الوداع يا كابتن غوردي. مهمة موفقة. عمل رائع يا جراء. شكرا يا رايدر. رايدر المنقذ، لقد أنقذت المهمة، شكرا لكم جميعا. على الرحب، إذا كنت في مشكلة فضائية فقد تطلب المساعدة. رابل. ها هو رابل يأتي مسرعا. هذه آخر بطيخة يا سيد بورتر. شكرا على المساعدة يا جراء، لقد انتهينا. يا رفاق، هل رأيتم الكلب الآلي؟ يمكنك أن تقول ذلك. ذهب من هنا. هل هذا ما أظنه؟ رايدر، أنا أرى الآلي يتجه إلى... اجعليه يطر في اتجاه شاحنة روكي. سأبذل جهدي، هذا الجرو سيطير. مستعد يا روكي؟ تقريباً. إذا استطعنا وضع هذا المغناطيس قريباً من الكلب الآلي سيلتصق بجسده المعدني. سكاي ستثبت المغناطيس وتحضر الكلب هنا في أي ثانية. في الوقت تماماً. مستعد يا روكي؟ مستعد. والآن ضربة موفقة يا روكي. حسناً يا سكاي، دورك. في الطريق يا رايدر. أنزل الخطاف. اقترب. أنا سأحاول ثانية. أمسكته. انتظر يا رايدر، الكلب الآلي عائد للبيت. آسف يا صاحبي، إيقاف الكلب الآلي الآن. الكلب الآلي كان رائعاً، أظنه سيعود ليتم تعديله. تفضل يا رايدر، لدي هوائي قديم أظنه مناسباً. فكرة جيدة يا روكي. ها؟ يعمل يا رايدر. شكراً يا روكي، وشكراً لكم جميعاً أيضاً. لم أكن سأصلحه أو حتى سأمسك به بدونكم. حسناً، تعرف يا رايدر، إذا كنت يوماً في مشكلة فقط أطلب المساعدة. أهلاً يا عمدة. رايدر، النجدة، انتهيت للتو من نحت رمز جديد، وشيء ما قام بقرده وانتهى.
الآن شيء ما أكل رمز العمدة جودواي، لكن تشامبي موجود هنا طوال الوقت. حسناً، هناك من يقرض الأشياء في خليج المغامرة، لابد أنه قندس آخر. تشيس، يجب أن تجد ذلك القندس قبل أن يقرض المدينة. تشيس يتولى المهمة. أولي، أنت لا تأكل شجرتي، هي من تبقي حسني في الهواء. ما الأمر يا أليكس؟ النجدة، القندس يأكل شجرة الحسن، ساعدني في ذلك. اطمئن، تشيس سيساعدك. تشيس، أليكس لديه قندس، اذهب لشجرة منزله. تشيس يتولى المهمة. تسعدني رؤيتك، يأكلان شجرتي. يأكلان؟ رايدر، وجدت القندس الآخر والقندس الآخر الثاني أيضاً، ويقومان بقرض الشجرة. وجدتها، القنادس تتحدث بالضرب بذيولها. لا يحدث شيء. ها، لقد نجحنا، قندسان في طريقهما يا رايدر. حسناً أيتها القنادس، هذا بيتكم. أحسنتم يا جراء، هذا خشب كاف لصنع قصر. أحسنتم يا جراء، تشامبي سعيد جداً في بيته الجديد. أظنه أعجبهم. أفضل من قرض الحظيرة، المرة القادمة لا تتجولوا لقرض الأشياء، فقط اطلبوا أو اضربوا ذيولكم للمساعدة. رأيت شيئاً يا تشيس؟ العمدة هاندينجر يلعب مع القطط. القطط مزعجة جداً، لقد ألقت الوحل على نظارتي للتو. رايدر، العمدة هامدينجر يثير الفوضى في المدينة، والآن يتجه إلى خزان المياه. مارشل، أريدك أن تستخدم سلمك. أنا مستعد، سنقابلك هناك. الحبل. الأمر تماماً كما ظننت، إنهم يفكرون في خطة شريرة. نحن مستعدون لمخطط شرير. امساك جيد. يا قطة، افتح الصنبور. العمدة هاندينجر سيستخدم خزان المياه ليجعل المدينة فوضى. روكي، يمكنك إيقافه بمجرد أن ترفعني لأعلى يا مارشل. إلى أعلى. ابتعدي عن الصنبور يا قطة. الآن هذه هي الفوضى. النجدة. تشيس، العمدة هاندينجر يحتاجنا. مستعد. رار، الحبل. النجدة. عمدة هاندينجر، أمسك ذلك الحبل وانزلق لأسفل. لكن ماذا لو وقعت؟ لن تقع، سنمسك بك. أنا خائف ولا يمكنني أن أنظر. عمدة هاندينجر، يمكنك أن تفتح عينيك الآن. نعم نعم نعم، بالطبع.
عرفت أنه يمكنني الانزلاق في أمان. مارشال؟ حسناً، دورية المخلب أنقذتني. أعتقد يجب أن أشكركم. أنت والقطة صنعتم فوضى كبيرة. فقط أردنا الفوز بجائزة المدينة النظيفة. آسفون. إذا كنتم آسفين لن تمانعوا أن تساعدوا قليلاً. دورية المخلب، دورية المخلب. شكراً أيها الحكم، لم أكن سأتمكن من هذا بدونك يا رايدر. لم أكن سأتمكن من دون الجراء، وعند أي مشكلة أطلب المساعدة. يوجد كثير من الغبار. هاتشوك. الجراء الأقوياء، آلي هارولد يطير بسرعة إلى نقطة المراقبة، ولنهزمه علينا أن نصل إلى أقصى قوة. مستعدة. كاي، حاولي أن تبطئيه بقوة الطقس القصوى. اقترب أكثر يا هارولد. لا يمكنك إيقافي. أحسنت يا سكاي. روكي، استخدم الأشعة السينية لتعطيل قوة الدفع. سأفعل. كناشة الطاقة. صواريخي. لهذا السبب استعد أن تنقل عن بعد. شيس، استخدم نباح الموجات الصوتية. كيف حصلوا على كل تلك القوى؟ أعني مجرد قوى خارقة جديدة. يجب أن أخرج. مارشال، حان وقت القوة القصوى. هاي، أنا لا أرى. أين زر ماسح الزجاج؟ إن مارشال يبطئه. الآلي يستمد طاقته من قطعة نيزك في حقيبته. الآن فرصتنا أن نخرجها ونغلقه. اجعلوا مركباتكم مستعدة. مركباتكم تتوقف هنا يا جراء. المحطة التالية هارولد فيل. أمسكتك. الآن هيا نوقف هذا الآلي. العمدة هارولد في مدينته ولا أثر لأي جارو. سأنقل هذه الجراء إلى القطب الشمالي. كان وشيكا. رابل، حان الوقت لهزيمة هذا الآلي. وقت التدمير والانطلاق. أمسكته. ليس عدلا. هارولدفيل كانت ستصبح أقوى مدينة. أظن أنها لي ابن أخي الذي لم يعد عمدة. هيا يا قطط، هيا ننطلق لخطف القبعات. أنا لم أقط حفار الرابل من قبل. اطمئن، سأشرح لك الأمر. مستعد؟ شيس سيتولى المهمة يا سيد رايدر. حسناً، إنه سهل. اضغط الأخضر للانطلاق. لم يكن سيئاً. ما التالي؟ الآن اضغط زر رفع الدالو. ادفع الوقود وخفف المكابح. زر رفع الدالو؟ اضغط الوقود؟ أوه لا، انتظر، المكابح. برفق، وقود كثير. لا، تلك ذراع الحفر. ها؟ من أين أتى هذا التل؟ شيس، اضغط الأحمر للتوقف. شيس، أأنت بخير؟ أشعر بالدوار، لكني بخير. القطار يقترب من المحطة. ليس لدينا وقت. آسف يا رايدر، أنا لا يمكنني اتباع التعليمات كما كنت في رقصة الجرو. وجدتها. سأقول الحركات وأنت ترددها.
كما فعلت سكاي في رقصة جارو. أجل، أولاً اضغط الزر المربع على اليسار. الزر المربع؟ ما هذا؟ المذياع، اضغط. أغنية جارو. حسناً، مستعد؟ 1 2 3 و القدم اليسرى تدفع الرافعة. القدم اليسرى تدفع الرافعة. القدم اليمنى تضغط لأسفل. القدم اليمنى تضغط لأسفل. هاي، إنها تتحرك وأنا أحفر. أغنية الجار، أغنية الجار، أغنية الجار. القدم اليسرى الزر الأسود. القدم اليسرى الزر الأسود. أوه أجل، فعلتها. ممتاز، نحتاج أن نثبت القضبان الجديدة. أوه، هكذا أصلحنا المسار، وفي وقتها القطار قادم. أصلحت المسار يا تشيس، يا لك من جرو جيد. أنا في خدمتك. أشكر لكم مساعدتكم. كلما احتجتينا اطلب المساعدة. طرد خاص للعمدة جودواي ودورية المخلب. شكرا، وفي الوقت المناسب. النسخة الجديدة من رقصة الجارو. يهو ياه، انظروا. نعم هكذا. يهو. أجل رايدر، هل يمكن أن ألعب؟ أعني أرقص مع سكاي؟ بالتأكيد يمكنك، اليوم كنت مدهشا. حسنا يا سكاي، لنرى إذا كانت كالي ستتسلق حامل الحيوانات. أحرك حامل الحيوانات إلى المكان يا رايدر. هذا صعب، يجب أن أضعه بشكل صحيح. سكاي، كالي خائفة ولا يمكنها تسلق الحامل، يجب أن نجرب شيئا آخر. حسناً يا رايدر، سأسقط حامل الحيوانات وأعود بالخطة البديلة. خطة بديلة؟ رائع! ما الخطة البديلة؟ الخطة البديلة مارشل وسلمة. مستعد يا مارشل؟ مؤكد يا رايدر، أنا مستعد. السلم لأعلى. مرحباً كالي، أنا مارشل، سأنزلك إلى الأسفل. هيا، فقط انزلقي إلى هنا، سأساعدك. تظاهري بالإنقاذ لم يقترب في الإثارة من هذا. هكذا، هيا. ما هذا؟ يا من أطفأ الأضواء. واو، كالي ترفض مساعدتي. خوفها يمنعها من ذلك. يجب أن نجعل كالي تنزلق إليك يا مارشل. أعرف، لكن كيف؟ رايدر، رايدر، عندي فكرة. انتظر يا أليكس، نحاول أن نجد طريقة لإنزال كالي من الأعلى. أظن ربما أعرف. فقط لو لدينا شيء يجعل كالي تريد أن تنزلق إلى الأسفل. المزارعة يومي، هل لديك أي أفكار؟ لا، آسفة يا رايدر. شيكوليتا، باتينا، هل لديكم أفكار؟ أعرف، أعرف رايدر، أنا حقاً أعرف. هذه الدمية هي المفضلة لكالي، مؤكد ستذهب إلى مارشل لو كانت معه. فكرة رائعة يا أليكس. مارشل، جرب، هل كالي ستأتي لتأخذها؟ حسناً، سوف أنطلق. نفس قطة. كالي، فقط انزلقي إلي وسأمسك بك وسأعطيك هذا. تعالي. خذ الفأر، الفأر، الفأر. مارشل، أحضرت كالي. لو لم ننزلهم من الشجرة بسرعة ربما يسقطوا. يجب أن يسيروا لأسفل الجذع. يبدو أنهم خائفون من الحركة. إذا تحركوا من أجل الحلوى سابقاً، إذن سنجذبهم حتى يعودوا. تشيس، أطلق الحلوى في اتجاههم. حسناً،
لكن لدي فقط قطعة واحدة. ها، قطعة واحدة. حسنا، سنستخدمها كطعم. سنلصقها على شيء مثل عصا طويلة أو سلم مارشل. مارشل، يجب أن تصعد إلى جبل جاك في أسرع وقت. مستعد لل الإنقاذ. رائع، لأننا نحتاج سلمك لإنقاذ ثلاثة دببة. دببة؟ أني حسناً، أنا في الطريق. الآن نحتاج للطريقة لنلصق بها الحلوى في سلم مارشل. لدي جرة من العسل هنا في جيبي، إنه مادة لزجة. حسناً، هيا نجرب. هيا نفعلها. كدت أصل، أفسح الطريق. وصلت، لكن أين الدببة؟ عند الطرف الآخر من الشجرة. يجب أن تمدد سلمك إليهم حتى يشموا حلوى العسل. فهمت. واو واو. سلم. لقد صعدوا على ظهر الأم. أحسنت يا مارشل، الآن اسحب السلم بلطف وبطء حتى تتبعه الدببة. وقريبا مني، لكن لا بأس. أو أو. سلم. أوقف السلم يا مارشل حتى يستطيع القفز. أوه لا، شيف، شبكة الأمان الآن. رار، الشبكة. الآن لنقود عائلة الدببة كي تعود إلى النوم اللطيف. تلك الدببة تقترب بشدة من إيفرست. انظروا يا دببة، المزيد من العسل من هنا. مناورة مراونة. سكاي، أنت بخير؟ نعم، لكني كدت أنتهي. انتظر لحظة، ماتيو ببغاء لونه أحمر وأزرق، أظنني وجدته. إنه يتجه للأطلال. في طريقنا يا سكاي. تلك الأطلال القديمة مخيفة، أشعر كأن شيئاً يراقبنا. واو! أنت! هذه قبعة مارشل يا ماندي. المساعدة! المساعدة! ماتيو! الصوت من السطح، لو أن هناك جرواً يصعد لأعلى. ها؟ أو مثلي. أجل، لا أرى ماتيو هنا، أنا سوف أنزل. لابد أنه هنا في مكان ما. حسناً، سأستمر في البحث. ها؟ ماتيو! أحتاج المساعدة. هيا تعال يا ماتيو، أنت في أمان. واو! انتظر ماتيو! حالفك الحظ؟ وجدته يا رايدر، التف توم من هنا. بيضة؟ أعرف لماذا لا يريد المغادرة. انظر. المساعدة! ماذا؟ يركض على بيضة؟ يا مارشل! أمسكتك! جيد يا كارلوس. هل أنت بخير يا رايدر؟ أنا بخير، لكن أحتاج المساعدة. شيس يتولى المهمة. رأيت؟ لا شيء صعب. شكراً لإيجادك ماتيو وعشها يا مارشل. إذن ماتيو هو هي؟
هي أم. أظن يجب أن أدعوها ماتيا الآن. لن تغادر قبل أن تفقس بيضتها. سأبقى فوق السطح لأطمئن عليها. سنبقى جميعا، ذلك العقاب لا يزال هناك. ها؟ ها؟ أنا عالق. يمكنني سحبك بدافعتي. أوه، الآن أنا عالق أيضا. سأحرركما بشوكة رافعة. لا روكي، انتظر. ليس شاحنتي أيضا. كنت أفكر أننا يجب أن نبقى معا، لكن هذا سخيف للغاية. يا رابل، أين المغناطيس الذي كان معك عند الشاطئ؟ أنا لا أعرف. روكي، ألم تعده معك؟ لا، ليس معي. مارشل؟ أو أنا لا أظن هذا. انتظر، هذا هو؟ هذا هو. المغناطيس كان في شاحنتك طوال الوقت، لذلك كل شيء يعلق بها. وله نفس لون شاحنتي، لذلك فنحن لم نرى. حالة طارئة رايدر، شكلت لا تبتعد عن سطح حاضرة المزارع يومي. نحن في طريقنا، هيا يا جراء، سنعود إلى المزارعة يومي. احترزي يا شيكليتا. رايدر، أرجوك ساعدها لتنزل. أو لا، كان يجب أن أتركها تلعب مع الدجاج. اطمئني يا عمدة، سننزلها بسرعة. شيكليتا. لا بأس يا عمدة، لدي فكرة. مارشل، فلنخرج المغناطيس من شاحنتك. حقاً؟ ألم يسبب المغناطيس اليوم مشاكل؟ هذه المرة المغناطيس سيحل المشكلة. حسناً يا رابل، شغله. لك هذا، الدجاج إلى أعلى. كيف أجعل أليكس يعود إلى شجرة الفاصوليا؟ نحتاج فاكهة من المزارعة من أجل العصير، الكثير منها. رابل وروكي، أحضر الكثير. رابل يأتي مسرعاً. الأخضر يعني الملك. وداعاً. مارشل وتشيس، أحتاج كأساً لمنادى العملاقة من الشارع الرئيسي. تشيس يتولى المهمة. لا، هذه ملكيات خاصة بالشرطة. صافرتي، لا تفعل مثل ما تفعل أنت بالمرة. هاي، انتظروا. أتمنى أن تنجح. هيا يا مارشل. كوب عصير عملاق قادم إلى أعلى. خرطوم. هذا أكبر طلب عصير قمت بتحضيره، استخدمت 12 خلاطاً. أوقف الخرطوم. سكاي، هيا. هذا الجرو يجب أن يطير. توت توت. العملاق أليكس، تذكر القطار ليس لعبة. توت توت. لازلت عطشاناً يا أليكس، ما رأيك في عصير توت لذيذا ومثلج؟ يمي، انتظري، عصير التوت يبدو رائعا. هل لي في البعض منه؟ هل آخذ القليل؟ أرجوك. إنها تنجح. انتظري. لقد نجح. أرجو أن تكون بخير. أجل. عذرا للجميع، كان هذا لذيذا. ويا جراء، شكرا لأنكم لعبتم معي. لا بأس يا عملاق أليكس، المرة القادمة عندما تعطش فقط اطلب العصير وسنحضره إليك. شكرا يا دورية. أحسنتم يا جراء، العملاق أليكس عاد إلى حيث ينتمي. شكرا على حضوركم سريعا. على الروح مارشل. السلم لأعلى. أهلا يا أليكس،
يمكنك النزول. لا يمكنني النزول. ولماذا؟ لأنني خائف. اطمئن، الكثيرون يخافون من السلم قليلاً. ليس من السلم، خائف من طبيب الأسنان. ها؟ لا يوجد سبب حتى يخاف أليكس، أليس كذلك؟ هذا صحيح. حسناً يا مارشل. قادم. إمساك جيد. أهلاً يا أليكس، مستعد لطبيب الأسنان؟ تشيس سيوصلك إلى هناك بصافرة الإنذار. حقاً؟ رائع. سأذهب مع تشيس، لكن ليس إلى الطبيب. خائف قليلاً؟ لا، أنا خائف كثيراً. لا بأس، الجميع يخاف من شيء ما. ليس أنت ودورية المخلب؟ بالطبع نخاف. أعرف أليكس، إذا جعلت دورية المخلب تفعل أشياء تخاف منها، هل تذهب لطبيب الأسنان؟ حسناً، أريد أن أرى ما الذي يخاف منه الجراء. سأنادي على الجراء، استعد للذهاب للطبيب. حسناً يا جراء، سنساعد أليكس كي يتغلب على خوفه. كيف؟ أريدكم أن تفعلوا شيئاً تخافون منه. من يريد أن يبدأ؟ حسناً، سأبدأ أنا. مع دورية المخلب، أخاف من أشياء مثل التدلي من مروحية سكاي أو تسلق المنحدرات. لكن تعرفون ما الذي يخيفني حقاً؟ لا، ماذا؟ سيد بورتر، بعض من الكرنب من فضلك. قادم يا رايدر. ها هو. شكراً، أظن. هكذا، لم يكن سيئاً للغاية. محاولة جيدة، لكن لا أظن هذا. حسناً كان سيئاً، لكن رغم أنه كان مخيفاً لازلت بخير. روكي، ما الذي تخاف منه؟ حسناً، الماء. هيا يا مارشال، لك هذا. ووو، خرطوم. مستعد يا روكي؟ مستعد. كفى. ووو، الآن سيكون لي رائحة الكلب المبتل. طائرة إيس تتجه إلى الهبوط على الماء. تشيس، هيا نحاول أن نخرجها إلى الشاطئ قبل أن تغرق. تشيس يتولى المهمة. مارشل هنا، كيف أساعد؟ نريدك أن تفحص إيس طبياً لنتأكد أنها بخير. في الطريق. دورية المخلب، انطلقوا. إنها سكاي. أجل. هذا أجمل من السير على الجناح، سوف أضيفه إلى عرضي. شكراً يا سكاي. على الرحب يا إيس، لا أصدق أنني أنقذت بطلتي. أو إيس، هل أنت بخير؟ انتظر، الكشف سوف يجيب على السؤال. دعيني أتأكد أنه ليس هناك مشكلة. الأشعة السينية. إذن أين الألم؟ لا شيء حقاً، فقط لقد أصبت بهذا القدش الصغير. ألا تظن أنها تبالغ قليلاً؟ ربما. أنا أشعر بالدوار، وعلى كل أنا بخير. هيا جميعاً، يجب أن نصل إلى الشاطئ الرئيسي وبسرعة قبل أن تغرق إيميليا في الخليج. مدهش، لقد ثبتوا الخطاف. تشيس، هيا نذهب إلى الشاطئ. سأنطلق. إيميليا في حالة سيئة، لا أظن ستكون جاهزة في موعد العرض غدا، ستحتاج الكثير من الإصلاح. فريق إيس مستعد للانطلاق. هيا نقوم بالأمر. شكرا يا جراء، لكنكم ساعدتموني بالفعل. كلما احتجت المساعدة فقد اطلبينا. لطيف. واو،
إنها كأول يوم ترنا فيه. شكراً لكم. من دواعي سرورنا. سأطير ثانيةً بفضلكم. متشوقة للعرض الجوي غداً. سكاي، ما رأيك لو تشاهدين عرض الساري على الجناح عن قرب وشخصياً؟ هل يمكن؟ انظروا! إنها سكاي! واو! إنها جيدة جداً! جميعكم جراء جيدون! أتشو! 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 لقد ذهب من هنا! اسمع! يبدو كصوته! انظر لأعلى! تلك النوارس تصرخ طعامه! أخطر شخصاً في نفس حجمك! مذهب! طر إلى هنا! لا يمكنه! حلقة علبة الصودا تلتف حول جناحه! سوف يقع! مارشل بسرعة! استخدم سلمك لإنزال مذهب! أنا سأنطلق! ابتعدوا عن الخبز! أنا قادم يا مذهب! لا! استخدم خوذتك! آه نعم! إمساك جيد يا مارشل! هيا نزل هذه عنك! بخير! مذهب! ها هم أهلك! يجب عليك أن تلحق بهم! اطمئن يا مذهب! عندما تعود للشمال سنراك ثانية، وعندما تهاجر للجنوب سترانا ثانية، وعندما تطير للشمال مارشل، مذهب يجب أن يذهب. انطلق، استمر بالطيران وستلحق بهم. سلام يا مذهب. لا يريد أن يذهب. إذا لم يغادر الآن لن يلحق بهم. الإوز الصغير مكانه مع عائلته. وماذا نفعل؟ أنا أعرف. عيديني ألا ترفعيه عالياً، أعني أعلى من أنفي. مارشل، لا تخف من المرتفعات. تسلقت للتو لسطح محطة القطار. حسناً، سأفعل. سأحلق في السماء. هذا ليس مرتفعاً. لا لا، هذا مرتفع. هيا يا مذهب، وقت الطيران. رفرف رفرف. أحسنت يا مذهب، نجحت. تذكر يا مذهب، عند أي مشكلة اطلب المساعدة. الوداع يا مذهب، استمتع بالرحلة. زوما، مارشل، حان وقت الشحن لأقصى قوة. ما زلنا مباشرة من داخل القبة. شعر، انتباهي يا مواطني خليج المغامرة. من داخل قبة الطاقة يمكنني فعل كل ما أريده، ولا أحد يمكنه الدخول أو الخروج، ولا حتى جراءكم الأقوياء. أنا داخل القبة يا رايدر، وأراقب المقلب. ليس طويلاً. ابقى معه يا زوما. تشيس، رابل، انتبه جيداً. عندما نطارده سنعرف مكان الباب. أنا خلفه مباشرة. حان الوقت لهروب الكبير. ها هو ذا، وها هو الباب. وهذه إشارتنا، هيا نشحن أقصى قوة. هيا ندمر وننطلق.
لا يمكنني شكركم بما يكفي لإنقاذكم لنا من هذا المقلد الفظيع. على الرحب، كلما علقتم داخل قبة عملاقة فقط تطلبوا المساعدة. شكرا على الفطيرة يا سيد بورتر. هل قال أحد فطيرة؟ آسف، أعطيت آخر قطعة لهيلي. سيد نيبلز، ألا تريد فطيرة؟ تفضل يا عمدة هامدنجر. دورية المخلاء. ها هي سكاي، أحضري هامدنجر قبل وصول الليزر. هذا الجرو يجب أن يطير. لا، الجراء الخارقة ستمنعني من أن أصبح عمدة جزيرتي. ابتعدوا عن الليزر. من يظن أن القطط الخارقة ستتصرف كقطط عادية؟ ستكون في أمان يا عمدة. يجب أن أساعد ابن أختك المشاغب. هل تصلح قوتك الخارقة لنقل القطط أيضاً؟ لا يوجد ناقل قطط ولا عربة العمدة. لا أملك سوى قبعتي. قطتي، آمركم أن تحسنوا التصرف أرجوكم. توقف يا هارولد، أنت وقطتك الخارقة قطعتم المدينة. هذه هي الخطة العبقرية. بمجرد أن أقطع المدينة وأجعلها تطفو ستصبح جزيرة هارولد هامدنجر ولها عمدتها الخارق أنا. تمسكوا يا قطط. رايدر، هارولد والقطط لديهم ليزر شديد ويتجهون إليك. رابل، يمكنك غلق الطريق؟ رابل يأتي مسرعا. هذا يجب أن يبطئه. قطط، توقفوا عن الهدف بالليزر. لا، وقت أخذ زمام الأمور في يدي. لا أحد يستخدم الليزر غيري. رايدر، لقد فجر حاجز الطريق والآن يتجه إلى المدينة. نحن في الطريق. النجدة مجددا. لدينا عمدة يجب أن نعيد إنقاذه. زوما، موجتي الخارقة سوف تنقذ. إن جزيرتي الصغيرة أصبحت أصغر. وقت انطلاق الموجة. النجدة. سكينة. رو، الشبكة. شيكيليتا، أنت بخير. يوم خليج المغامرة أنقذ. مرحبا، لم ننقذ بعد، نحن عالقان. ابدأي يا كالي. رايدر، يجب أن ينقذهم أحد. نحتاج سكاي. أسطوانة سكاي تم تثبيتها، يمكنك أخذها. أراك في العرض. سكاي، هنا يا رايدر، وأتجه إلى العرض من أجل عرض الكتابة. آسف، هذا يمكنه الانتظار. أحتاجك هنا لتنزلي مارش الوكالة من المركبة العالقة. هيا أسرعي. سنحلق في السماء. سكاي، مارشال، أنا سعيد لأنني رأيتك. تمسك.
انظروا بدون مخالب. نعم، أنت في أمان وبين مخاريطي تماماً. نعم، أرض صلبة. كالي، يسعدني أنك بخير. لكن المركبة لا تزال تبتعد. تشيس، استخدم المدفع لإفراغ البالونات. مدفع الدنس. لقد نجحت. معذرة يا رفاق، للخلف، احذروا. أولا، عذرا. نعم، تشيس يتولى المهمة. شكرا جزيلا يا رايدر. ويا دورية المخلب، كلما واجهك مشكلة اطلب المساعدة. يمكننا أخيرا بدء عرض يوم خليج المغامرة السنوي. رايدر، من الرائع أنك هنا. اطمئني يا عمدة جودوي، فرانسوا سيكون بخير. سكاي ومارشل، هيا نبعد هذه الطيور. سنفعل يا رايدر. لا تقلق يا فرانسوا، نحن سنمسكك. ماذا؟ أنا قلق؟ لا 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 لا، حسناً، ربما قليلاً، لا بأس. كثيراً، اجعل تلك النوارس تبتعد. أهلاً يا نوارس، لدي فكرة رائعة، اتبعوني. هيا، أرجوكم. سكاي، حان وقت استخدام السلاح السري. سأفعل يا رايدر. خذ يا مارشل، جرب هذا. واو، طعم. هاي، تمسك يا مارشل. حسناً حسناً، يوجد ما يكفي للجميع، لكن لن تحصلوا عليه حتى نبتعد عن الحبل. ها؟ ما زال هناك واحد. سكاي، أعيديني لفرانسوا حالاً. ها ها، الخبز نجح. واو، نجحنا. نعم، عرضي يستمر. هيا، أريد تحية لي. رائع. انتظر لحظة، عرفت لماذا وقفت الطيور هكذا. هناك عاصفة قادمة. رابل، أحضر رافعتك لنقل فرانسوا، يجب أن ننزله بسرعة. رابل يأتي مسرعا. تلك السحب تبدو مخيفة جدا، يجب أن تنزل. لا تكن سخيفا، يجب أن أستمر. أضحك في المطر. ها، هذا أنا أضحك في المطر. نعم، أنا قلق بالفعل الآن. وصلت في الوقت، قف أسفل فرانسوا وارفع الرافعة. أنا هناك يا رايدر. رافعة، سننزلك يا فرانسوا، تمسك. أتمسك؟ نعم، إنها فكرة جيدة. روبل، أسرع. تقريبا تمكنت منك. هل يمكن أن تقترب مني أكثر؟ فات الوقت. أمسكتك. دورية المخلب، يسعدني جدا أنكم هنا. ابقي في الداخل الآن، لا نريد أن نزعج ضاربنا أكثر. سيد بورتر، هل أستخدم بعض الطعام؟ خذ ما تحتاج إليه يا رايدر. تفاح، لوز، موز، هذه وجبة كبيرة للضريبان، حيث إنه يأكل الحشرات عادة. رابل، جرب أن تجذب الضريبان حتى يركب. أكيد، لو لم يأخذ سأفعل أنا. يام، يبدو أن الضريبان يتعثر، ترى ما السبب؟ انظر، يرفع قدمين من أقدامه، أظن أنه مجروح. هذا يفسر لماذا يتصرف بغرابة. جراء، يجب أن نساعده قبل أن نأخذه إلى بيته. أوه، جيد يا مارشل، أنت هنا.
لقد وجدتني. أعرف أن رائحة الضريبان تزعجك، لكننا نحتاج لمسعف الآن. أنا الجرو المناسب، أنا في الطريق. يمكنك هذا يا مارشل. مرحبا، أنا مارشل، يسعدني أن أشم، أعني أقابلك. دعنا نرى إذا كنا سنجد المشكلة في هش. عذرا، هناك مشكلة، هذه شوكة كبيرة للغاية، مؤكد هذا يؤلم، لا تقلق. ملقاط، اطمئن، فقط سنخرجها، بعدها ستكون أفضل، أفضل بكثير. أمسكتها. انتظر، شوكة أخرى، انتظر، هذه قريبة جدا من المنطقة الخطرة. ماذا لو عطست وأخفته؟ اطمئن يا مارشل، اتركه لي. أهلا، سأزيل هذه الشوكة الأخيرة بسهولة. تتذكرني صحيح؟ أحسنت يا إيفرست، مر هذا الضريبان بيوم صعب، هيا نأخذه للبيت. لا أيها الضريبان، عد إلى العربة. رائع. هذا يدغدغ أنفي. آسف، لم أقصد فعل هذا، أرجوك لا ترشني. شكرا. آسف على إيقاظكم ثانية يا جراء، لكني أحتاجكم. انتظروا، أين مارشل؟ أمسكه الشبح. غالبا لا يزال نائما، هيا لكي نفحص بيته. رايدر، انظر، الشبح. ذلك ليس شبحا، انه مارشل. مرحبا، مرحبا مارشل. اين يذهب جراء؟ يبدو ان مارشل يسير وهو نائم، والان يتزلج وهو نائم، ذلك ليس جيدا. تشيز، هيا بنا. لا يتزلج بمهارة وهو مستيقظ. مارشل، أنا رايدر، استيقظ. تشيز، الحبل. فكرة جيدة، الحبل. أمسكته. فقدته. زوما، أحتاجك عند الميناء. اطمئن، أنا هنا. يا حركة رائعة. كنت أحلم حلما سخيفا، كنت أتزلج على حوت. واو، النجدة. تمسك يا صاحبي. العوامة. اطمئن يا مارشل، أنت في أمان معنا الآن. حسنا، شكرا يا زوما. أنا بخير. رايدر، تشيس، ما الأخبار؟ عرفنا من هو وحش رقصة الجراء. من؟ أنت، أنت تسير وأنت نائم. أسير وأنا نائم، لذلك أقدامي تكون متعبة في الصباح. اطمئن يا مارشل، عندما يكون جرو في مشكلة عليه أن يطلب أو ينام للمساعدة. حسنا أيها الجراء، وقت النوم، هيا تفضلوا. هل وجد رابل شبحاً آخر؟ ها هو الشبح. أو رابل علق في فخ الشبح. وجدت الكعكات المقرمشة، لذيذة. لا أثر لهم مطلقاً. أسرع يا زوما، فلننتهي قبل أن يتوقف الفضائيون عن البحث. هوائي منحن، وانتهي.
أنت يا زوما. وفي الوقت المناسب سفينة الفضائيين تقترب. حسنا يا مارشل، ضع اللعبة وسط الصورة العملاقة. يبدو أن الفضائيين رأوا صورتنا. خطتنا تنجح. مارشل اترك اللعبة وعد إلينا. سأفتقدك أيضا يا سيد سكويكن بيم. مارشل هيا. النجدة. واو. أوه لا، يجب أن نخرج مارشل من الفقاعة قبل أن يأخذه الفضائيون لكوكبهم. الكلب الآلي، أحضر الدورية الطائرة إلى مزرعة المزارع آل. شيس، أسرع إلى المزارع آل، نحتاج شبكة الأمان. شيس يتولى المهمة. سكاي، أريدك أن تطيري للدورية الطائرة وتحضري جناحيك. في الحال. جناحان. واو، جيد يا سكاي. الآن ضعي رداء الطيران وفجري الفقاعة. إني يا سيد سكويكن بيم، سنكون بخير. أنا هنا، ما الأمر؟ إنه مارشل. سألتقطه. استعد يا مارشل. واو. تمسك يا مارشل. لماذا؟ إنه هناك. لا، هناك. لا هناك. أمسكته. راو، الشبكة. أحسنت يا مارشل. رائع يا عزيزي. مارشل كان هذا مدهشا. لقد أحسنت. أعرف أنه من الصعب أن تتخلى عن اللعبة، لكنك جعلت الفضائي الصغير سعيدا جدا. كابتن توربت، هل يمكنك ترجمة الرسالة؟ تحت أمرك. بيب بيب، تعني شكراً. هذا يعني على الروح. حسناً يا تشيس، استخدم الحبل حتى المدخل، ثم استخدم أحذية الشفط كي تتسلل. فهمت، لكن ماذا عن قطة العمدة همدينجر؟ ربما أعطس وأكشف نفسي. سوف ترتدي هذا. تفكر في كل شيء يا رايدر. رار، الحبل. رار، أحذية الشفط. المزيد من الأغاني. المزيد. وفقط من أجلي. الدجاجة الأخيرة يا مارشل. شكراً يا عمدة. إلى أعلى. تبقى عش واحد أخير. لكن لا يوجد دجاج. كيف سندفئ هذا البيض المسكين الآن؟ رفاق، أحياناً على الجرو أن يفعل ما يجب عليه فعله. أوه مارشل، أنت شجاع جداً. واتوف، أشعر بدغدغة. مرحبا بكم في العالم يا صغار. قطة، ما الأمر؟ هل تحررت الطيور؟ الأفضل أن أنظر في الخارج. يا طائر، عد إلى هنا أيها الهارب. رايدر، لقد تم كشفي. لقد رأوني. علم يا تشيس، لكن العمدة همدينجر يغلق المدخل. وجدتها. هل وضعت جهاز التحكم في حامل القطط؟ سوف أحاول. هذا سيترك بعض الوبر.
الكثير من الوبر، الكثير من القطط. هاتشو هاتشو هاتشو. ما لماذا؟ قطط ارجعوا إلى هنا. جاك من هذا الطريق، لكن مارشل ذهب من هذا الطريق. حسناً يا رابل، اتجه يميناً وابحث عن جاك وحاول أن تحرر قدمه. تشيس، الأفضل أن نحضر مارشل. رابل، أنا هنا. تمسك يا جاك، سأحررك. أهلاً عنكبوت، عنكبوت لطيف. كل شيء بخير يا رابل؟ نعم، فقط عنكبوت كبير ومخيف. ربما يكون مخيفاً قليلاً لرابل، لكن رابل الخارق بالنسبة إليه مجرد عنكبوت لطيف. عذراً يا سيد عنكبوت. نعم، حركة لطيفة يا رابل. تعني رابل الخارق ينقذ بسرعة خارقة. لا بأس أيها البطل الخارق. المطرقة. لقد نجحت، لقد تحررت. هذا مؤلم. نحتاج مارشل. مارشل تعال. يا ما هذا؟ رقعتي. أي اتجاه؟ جاك جاك جاك. ماذا لو المكان الخطأ؟ ماذا لو كنت تائها في الكهف معه؟ مارشل. رايدر. أنت لم تخف، أليس كذلك؟ وجودي في كهف مظلم لا يخيفني، وأنت هنا. هيا يا أصدقاء، جاك يحتاجنا. دورية المخلب جاءت للإنقاذ. أنا بخير. مارشل، استخدم الأشعة وافحص قدم جاك وتأكد أنها لن تكسر. شاشة الأشعة. لا أرى أي عظام مكسورة. أظن أنك لويتها يا جاك. ذلك جيد. مارشل سوف يضمد قدمك. ضمادة طبية آتية. جيد. هل تستطيع الوقوف؟ لا أعرف. مؤكد لا. مارشل؟ عكاز. تفضل. شكرا يا مارشل. نحن في الخدمة. حسنا يا جراء، هيا نخرج جاك من الكهف. اتبعوني. لقد نجحنا. شكرا يا دورية المخلب، لقد أنقذتم اليوم. ثانية، تسعدنا المساعدة. إذا احتجتنا حتى يشفى كاحلك اطلب المساعدة. أطالب بالقلعة لملككم الجديد. دوق لابيكتن. لذا ابتعدوا وإلا تشمتم. كما قالت سكاي، المارشميلو الأزرق يجعل سباكس ينفث الجليد. هيا يا جراء، يجب أن نأخذ هذا المارشميلو من كلو. ها هم قادمون. هيا يا سباكس. بسرعة يا رابل، حطم الجليد بكرة التحطيم. رابل يأتي مسرعا. عد يا صاحبي. مارشل، فلتجهز رمح الماء. رمح الماء. مارشل الآن. دورك يا زوما. زوما اقفز على الجدار. حالا. شدت انتباهه. عوامة. أو لا، المارشميلو. رف، شبكة التنين. يا
إمساك جيد يا تشيس. طالما معنا هذا المارشميلو، سباكس لن يجمد شيئاً. المارشميلو! هذا ليس جيداً. ماذا ستفعل الآن؟ سباركس أكل المارشميلو والآن يجمد كل شيء. إذا كان المارشميلو الأزرق يجعله ينفث الجليد، إذا تناول شيء آخر يجعله ينفث النار ثانية. ماذا عن كرات اللحم؟ حارة جدا. فكرة جيدة، لكنها داخل القلعة. كيف سنتخلص من كل هذا الجليد؟ اطمئن، يمكننا إصلاح هذا. تنين صغير. يا لكم من لطيفين، يريدان إذابة الجليد. حقاً؟ كيف تعرفين؟ هذا سكورتش. أهلاً سكورتش. وهذا جيد. أهلاً جيد. روبي، فليم، دريكو. أهلاً فليم. أهلاً دريكو. وبليزي. أهلاً بليزي. حسناً أيها الجراء والتنانين، لنتعاون لنذيب الجليد ونطعم كرة اللحم لسباركس. أشياء حارة قادمة. اهتم بهذا يا رابل. أو منجنيق. أطلق كرة اللحم. يا فتى، هذا حار حار. نجحت. الآن سباركس ينفث النار ثانية. حسناً، هل استوليت على قلعتي يا كلو؟ وقت إذابة الجليد. تشيس يتولى المهمة، نقل البط إلى مكان آمن. رف الطائرة. حسناً يا تشيس، طائرتك على وشك الوصول. رف، تفعيل ذراع المخلب. لا بأس أيها البط، لنذهب في جولة. أحسنت يا تشيس. أين تشيكليت الغالية؟ يا عمدة، احذري. هذا أفضل، لكن هذا أسوأ بكثير. أو لا، خليج المغامرة العزيز. تشيس، استخدم شاحنتك للحاق بالعمدة وإنقاذها حالاً. رابل، تسابق أمام النهر واحفر قناة بمجرفتك. أنا لها، سأبقي الماء بعيداً عن خليج المغامرة. لا يزال لدينا حفرة لإصلاحها ومياه لإيقافها. سأحصل على قطعة الخرسانة التي انفجرت. عظيم يا آل، سنعيد كل شيء إلى مكانه الآن. لدي دفعات من الخرسانة يا رايدر. كل ما نحتاجه هو تلك القطعة لإعادتها في مكانها. حصلت عليها يا رايدر. شكراً لك يا آل، أريدك أن تدفع تلك القطعة ثانية ولتتأكد من أنها مصطفة بشكل صحيح. هيا بنا، أنا جاهز لإصلاح السد. في مكانها بالضبط، فعلتها يا آل. ضغط الماء يحاول دفعها للخارج، سأستخدم كل قوتي للحفاظ عليها. مارشل، إنه دورك الآن. واو، بخاخ الخرسانة. لست متأكداً أنه سيصمد. سوف يصمد يا آل، لا تقلق. إنه صامد، فعلتها. طريقة لإنجاز المهمة يا جراء الشاحنات. انتظري يا عمدة، سوف أخرجك من هناك. شكراً لوجودك هنا يا تشيس. رف الرافعة. العمدة
بأمان يا رايدر، لكن المياه لا تزال تتجه نحو المدينة. لن أتركه هكذا. سيؤدي هذا الخندق إلى توجيه المياه بعيداً عن بلدتنا. أحسنتم يا جراء. سأثبته في السيارة، ويمكن لتشيس أن يسحب السيارة إلى اليابسة. احترس يا رايدر. ذلك يبدو مخيفاً وخطيراً، لكن رايدر وزوما مدربان على هذا النوع من الأعمال. هذا الجليد لن يتحمل. تم تثبيتها. نجحت رايدر، افترس. الأفضل أن نبتعد عن الجليد. يا لا، الجليد ينكسر أسفل رايدر. كيف سيصل إلى مركبته؟ إذا قفزت سأقع في الخليج. زوما، عوامتك في الطريق. عوامة؟ زوما، أنت سوف تعيدني إلى مركبتي. كيف؟ تراجع ببطء. رايدر مدهش، أنت متزلج رائع. تمسك، كدت أصل. تزلج جيد. شكرا يا زوما، هيا نعد إلى الشاطئ قبل أن نغوص. العوامة إغلاق. هيا ننقذ تلك السيارة. هذا رائع، يسعدني أنك بخير. شكرا يا أليكس. تشيس، أحضرها. سيارتي تبدو بخير. والحلوى في أمان. شكرا يا دورية المخلب. جدي، قبعة الحظ. شكرا يا أليكس، وشكرا ثانية يا رايدر. كلما كنت في مشكلة اطلب المساعدة. أوه رايدر، لحسن الحظ أنكم هنا. عثرتم على إيدي وأمي والهام سكواتش. لقد عاد. لا زلنا نبحث أيتها العمدة جودوي. يبدو أن عربية التصادم أصبحت فارغة. هيا بنا. لا تخافي يا كاسي، سأواصل البحث عن والديك العزيزين هام سكواتش. أولا هام سكواتش، لنهرب. رايدر، روكي، لقد مر الهام سكواتش بجانب عربة النقالة. يتجه نحو عربات التصادم. علينا استدراجه خارج المكان لنستخدم هذه النقانق تعمل. فكرة لذيذة يا رايدر. أوه، هام سكواتش، أتريد وجبة؟ لنرمي النقانق. نقانق لذيذة. لا، أريد أن أذهب إلى عربة التصادم. هذا الهام سكواتش مريب. تشيس، أي أثر لإيدي وإيمي؟ لا، وطائرتي قد بحثت في كل مكان، ربما يختبئان. مسعف الطوارئ مارشل، أحتاج شاشة الأشعة عند عربات التصادم. نحن في الطريق إلى عملية الإنقاذ. أريد الحمراء. لا، أنا أريدها، فلتأخذ الزرقاء. شكرا على مجيئك يا مارشل. أعتقد أن هناك شيئا داخل الهام سكواتش غير الهام سكواتش. لنكتشف الأمر. شاشة الأشعة. إيدي وإيمي، إذن يختبئان داخل زي الهام سكواتش. عثرتما على صغيري. صغيران مشاكسان، استغل زي الهام سكواتش لإخافة الجميع. أليس لهذا الغرض تستخدمه؟ حسنا، لكن أنا عمدة. يا أطفال، انكشفت خدعتكما.
آسفان يا عمدة هامدينجر. زي الهامس كواتش خاصتي كان يمكن أن تمزقاه. في النهاية هناك أشخاص يخافون من الهامس كواتش، ليس أنا بالطبع. هم 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 سكواتش اهربوا. لا علينا إيقافهم، العمدة معرض للخطر فوق عربة التصادم. علينا إخراجهم من هذه العربات الطائشة. تشيس، استخدم حبل الإنقاذ. رف، الحبل. يا رفاق، تمسكوا. وهو الأمر ممتع. ممتاز رابل، استخدم الحفارة لصنع ثقب بالسقف كي نخرج كيتي والقطط منه. السقف صخري قوي لكن الحفارة أقوى منه. أوشكت على الدخول. الاهتزازات تشير إلى محاولة اختراق. إذا استمرت الاهتزازات سيبدأ العد التنازلي أسرع. رابل قف. كيتي هل تسمعينني؟ رايدر أنت هنا. كلنا، لكن لا نستطيع حفر ثقب أكبر كي تخرجي، لذا علينا خداع كاميرا الأمن لفتح الباب الأمامي. لا مشكلة، كيف نفعل هذا؟ عليك التنكر بحيث تبدين مثل العمدة هامدينجر. سأحاول. أولاً أحتاج قبعة طويلة. هيرر رايدر، أعرف طريقة نخرج بها الهرارة من هنا. حسناً، لكن بسرعة. تبقى 6 دقائق. هيرر، استعد لتسلق سلم القبعات. النهاية المثالية لوقتي الخاص بي. وجبة معكرونة أأخذها معي. هذه آخر هرة يا رايدر. شكراً رابل، كانت فكرة رائعة يا كيتي. الآن علينا أن نخرجك أنت وكالي. كالي لا تريد الخروج بدوني. أنا العمدة هامدينجر، افتحي الباب رجاءً. إنك لا تبدين مثل العمدة هامدينجر. مواصلة العد التنازلي، تبقى 3 دقائق. رايدر، علي صنع شارب مزيف، لكن ليس لدي ما يمكنني استخدامه. سنجد طريقة يا كيتي. لم أصنع شارباً مزيفاً من قبل. مهلاً، ماذا تفعل دورية المخلب في قاع الضباب؟ نحاول إنقاذ كيتي قبل أن يهبط عرينك تحت الأرض. نظام الغرفة المحصنة يبدأ بعد دقيقة. ماذا؟ تعني أن نظام الدفاع عن العرين يعمل؟ أخشى هذا، لكن لا يمكننا إطفاؤه بدونك في الداخل. الثقب الذي ثقبناه في السطح صغير جداً. هناك ثقب في السقف. لقد كان اليوم جميلاً. على الأقل لدي المعكرونة. وجدتها. يمكننا صنع الشارب من المعكرونة. شوكة. عمدة هامدينجر، هل أعرتني المعكرونة؟ حسناً، أحسنت يا روكي. سكاي، احملي هذا الشارب المزيف إلى كيتي فوراً. أخذته، شكراً. أنا العمدة هامدينجر، رجاءً فتحوا الباب. إنك لا تبدين مثل العمدة هامدينجر. لم يعد لدي أي وقت، لابد أنه الشارب. سأحتاج إلى كل مهاراتي الآن. مرحباً عمدة هامدينجر، فتح الباب الأمامي. بدء نظام الغرفة المحصنة تماماً. أين ذهب العرين؟